خذوا راحتكم ارد لكم وقت ثاني احنا طلعنا مم. على الهواء خذوا راحتكم يستاهل برشلونه يستاهل يلا إيه لا خذوا راحتكم لكم وقت ثاني تفضل <مش> ابو <عارف> سؤال الخير شلونكم شو اخباركم؟ اروح حق اللي منتبه لي اللي اللي مركزين مع برشلونه خلون بعدين حيا الله سامح حسين الله يحييك الحمد لله على السلامة الله يسلمك هلا ابو عبد الله انا منتبه لك انت دائما منتبه ايه. شلونك؟ اخبارك؟ لا تروح لا من يوم ما كنت لاعب انت لا تروح لهم دائما واقف صح حبيبي اول شيء طبعا صب عليك على المشاهدين واليوم امانه اليوم سعيد اخوي دكتور حسين الخضر يكون موجود يعني من زمان ما التقيت فيه ببرنامج فاعتقد انه وجوده اضافه ومكسب للبرنامج. سلم ما عليك زود ويستاهل الدكتور حسين عقاب لكم راح تكونون اخر اثنين نرحب فيهم. آه حيا الله ابو خالد. يا هلا مرحبا هلا وسهلا هلا شلونك؟ الله يعزك. انتم الحين آه لجنه اختيار اللاعبين آه في ما تشوف آه... قاعدين ينباع <applause> قاعد تناقش <applause> في آه اكونت هلا. هو الاكونت ولا جريدة هنا جريده هنا جريده الكترونيه يعني. اي هنا 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 اي هنا إيه. انا هنا هنا الفرصه هذه ابي اشكرهم على هذه البادرة الطيبه انهم يساهمون في تكريم اللاعب افضل لاعب بالجوله فشكرا لهم وشكرا على الوجاهه في اختيار الاسماء وانتم مو بس مو بس بالدوري إيه؟ حتى مباريات الكاس ممتاز ايضا حتى مباريات الكاس راح يكون اختيار افضل اخترتوا حق الجوله هذه احنا تقريبا شبه اخترنا بس بكره بس ان شاء الله الاثنين ولا في احد وياك؟ جاسم الهويدي جاسم الهويدي احنا اخترنا تقريبا بس ان شاء الله بكره بعد الاجتماع يتم الاعلان والتكريم طبعا اخوي أه نواف الخالدي طبعا مو مقصر امانه هو اللي قاعد يروح للنادي ويكرم اللاعبين وهذا هذا بحد ذاته تكريم ان نواف الخالدي يروح يكرم اللاعبين اسم كبير نواف وانتم ما عليكم زر العقاب خلص <applause> سولفنا الحين نرجع اي لا عقوبه أي حق يعني, يعني أنتوا بعد أنتوا ناس انضباطيه نواف ما تكلم حقك يا صح دقيقتين صح دقيقتين كل الناس نفسك كذي تنطلق لا يا ابو سلم انا محضر انا محضر, محضر. <تصفيق> <تصفيق> اصبر اصبر حبيبنا يا حيلة الله بعد هلا ابو سعد هلا والله صباحك خير وصباح على اخوان الكبات الموجودين وتحيه خاصه لكم شنو الخبر هذا عن برشلونه اللي كذي ما قدرت تنطر <applause> فازوا؟ والله تعودنا برشلونه في اخر مباريات في الشوط الاول دائما يكون متاخر بهدفين أيه؟ في كل المباريات فالشوط الاول كان متاخر كان الحين الحين ان شاء الله انه 3 2 مو ان شاء الله ثلاث اثنين نبي لا كان اثنين خليته ما خليته تشيك <applause> اكثر من كذي ايش اسوي بعد طلعنا تشيك العين ان شاء الله دكتور سعيد الخضري حي الله بعلي الله يحييك طول عمرك اهلا يسلم عمرك شلونك؟ الحمد لله بخير امورك طيبه؟ الحمد لله مطمن بوجود اسامه؟ وايد وايضا نواف الخالدي وابو عبد الله كاتب محمد بنيان مم. وصبح الساده المشاهدين ان شاء الله شنو اللي قال لك محمد بني محمد بنيان ولفت انتباهك؟ لا عن برشلونه شنو قول؟ ابشرك لا هو قال الفار لغى الجول خلاص الحين رد اثنين اثنين ما ما تبني النتيجه يعني صدق؟ اي والله كل هالاهتمام واخر شيء ما تمك النتيجه لا ان فريق ينقلب 2-0 وبالتالي يرد 2-2 او 3-2 وينلغى الجول فهذا شيء يعني مع اللعبه الحلوه ابو علي اكيد دائما كذي زين شكرا أه حبيبي ابو علي أه قبل ما نشوف مسار الحلقه من خلال الهيد لاينز اسمحوا لي ابي اقدم بطاقه تعزيه لاخونا الكبير خليل البلام بوفاه شقيقه عظم الله اجرك وحسن الله عزاك وأنا لله وأنا إليه راجعون. الله. أيضا صديقي العزيز الإعلامي محمد طلال سعيد بطاقة تعزية بوفاة فقيدتهم عظم الله أجركم الله. وأحسن الله عزاكم وأنا الله وأنا إليه وإن راجعون. أيضا لاعبنا شبيب الخالدي وأسرته الكريمة بطاقة تعزية بوفاة فقيدهم عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وأنا الله وأنا إليه وإن راجعون. خلونا نشوف مسار الحلقة من خلال الهيد عدة مواضيع بنتناقش فيها في هذه الحلقه مع اصدقائي رواد برنامج السنتر بس يعني بنركز على الجوله بنركز على ارقام الجوله في دوري زين بالاضافه الى عنوان الجوله والديربي ومباراه القادسيه والعربي اكيد بناخذها بشيء من التفصيل ايضا احتجاج بعض الانديه على الحكام بنفتح ايضا هذا الملف وعندنا تقرير على هذا الموضوع لكن بالبدايه يعني مثل ما تعودتوا بنتجول في بعض الامور المقتطفات من هنا وهناك آه الديربي يتكلم او الهيدلاينز يتكلم عن ميسي انه الى الان خلاص راح يتوقف لاربع شهور اسامه آه آه شو تتوقع حق ميسي وليش اربع شهور راح يتوقف مع انتر ميامي ما ادري ليش <تصفح> لا انا اتوقع لا. اتوقع لا الصبح وتقول لي محضر محضر اخر بس السؤال هذا تف... <تصفح> ما كنت ما كنت ما مو بالمنهج فريقه فريقه طلع من هذا فريق انتر ميامي يعني المفروض يلعب بلاي اوف لعب بلاي اوف وما اجتاز البلاي اوف وبالتالي معطل لان اللي يفوز بالبلاي اوف يكمل والله الان اربع شهور امانه دلوقتي. يعني انا اليوم يعني ميسي اتمنى انه يكون حاليا بالدوري السعودي ان شاء الله خصوصا انه في شيء كذي اغلب النجوم موجودين الان وميسي راح يكون اضافه كبيره للدوري السعودي من ناحيه التسويقيه من من ناحيه الفنيه من, كل النواحي ما و يعني اتمنى بهالعطله هاي الاربع اشهر اتمنى يستفيدوا منها الانديه السعوديه لتقويه ايضا زياده طعم المباريات وزياده طعم الدوري حلاوه ان شاء الله يكون موجود قريب يمنا هو في شيء كذي محمد بن يعني انه في أه توجه انه يرد برشلونه او يعاد لها العرض من قبل الانديه السعوديه عاد تحديد الانديه السعوديه ما ادري ما ادري اعتقد بعد ما وقع نادي الهلال مع نيمار اعتقد اعتقد انه يمكن يكون صعب انه يكون ميسي ونيمار كل اللاعبين فريق واحد يعني بتكون يعني كانك كان في في قوه قوه اضافيه يمتلكها فريق الهلال في امتلاك نيمار مع ما في توازن يعني خاص لكن انا يعني بما اني برشلونه متابع لبرشلونه كثير من المواقع تكلم عن عوده ميسي المحتمله الفتره القادمه خاصه انه يعاني فريق برشلونة يعاني يعني من غيابات اكثر من لاعب يعني في صفوف الفريق من اللاعبين المؤثرين بالذات في خط المقدمه تكلم عن بيدري دي يونغ ليفاندوفسكي اكثر من لاعب فوجود ميسي اعتقد في هذا الوقت يخدم برشلونه ويخدم يخدم ميسي ايضا ابو علي انا سمعت من ضمن الاخبار او قريتها اخبار متداوله يعني من ميسي ما راح يجدد عقده مع انتر, انتر ميامي. 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 فيمكن الوجهه يا برشلونه او الدوري السعودي او الدوري السعودي ويفضل في ويفضل احتمال. طبعا في كمنطقه ايه. عربيه او هذا يفضل يكون بالسعوديه آه بس غالبا آه ما راح يكون بالهلال والله ما نبي اصلا كحلالي اي والله لان ليش في احنا خذلنا لا خذلنا بالحقيقه وهذا يعني الوقت اللي توقعنا اقول ميسي حضر وما حضر حقيقه الان كبرياء الهلال يرفض عوده عالم الاحتراف هذا نوع. لا لا يعني يعني حتى تخيل تع... ان عايشنا عرض, طلب. كلها. عرض وطلب عرض وطلب لا بس الحين جد الحين ما في مكان ما في مكان حق ميسي كهلالي ما نبي انا اقول ما, ما نبي خلي يروح يضحك لا انا انت ما اخذها شخصي لا هذا هذا كبرياء, حل. كبرياء <applause> الهلال مو رفض الهلال خلي يدور لنا نادي الحين بس غالبا غالبا ما راح يكون بالهلال اذا كان في عرض انا سمعت مو إن عشان مو عشان اللي انت قلته غالبا على اساس التوازن توازن انا سمعت لان بالدوري السعودي كل شيء مدروس كل شيء مدروس فاعتقد ان يعني التوازن المنيمار نيمار وميسي يكونون في كفه واحده اعتقد إن انا سمعت من الاخبار يمكن بعد ايضا في فريق سعودي يمكن ممكن يمكن الاسم نادي, نادي الشباب نادي الشباب نادي الشباب قد يكون قد يكون نادي الشباب يمكن طيب آه في 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 موضوع اليوم قريته عن نادي آه اماراتي يلعب في الدوري آه الاماراتي الدرجه الثالثه لكن ادارته كويتيه وهو نادي سبورتي <applause> نادي سبورتي آه طبعا ادارته الكابتن احمد مدعث آه الكابتن وي... احمد مدعث احد الاسماء اللي بارزه عندنا والاكاديميات طبعا هو لعب سالمي لعب صح بالكويت وهو كان يعني اسم بارز في عالم الاكاديميات عندنا صحيح الان هو آه يدير نادي سبورتي وقاعد يفوز قاعد يحقق يعني ترتيبه يعني متوسط في دوري الدرجه الثالثه, الثالثة نادي الاكاديميه لا نادي, لا نادي, نادي, نادي نادي في دوري الدرجة, الدرجه الثالثه سالثة سالثة نادي فنتمنى له التوفيق اليوم فاز على نادي سيتي ايضا في دوري الدوري الاماراتي الدرجه الثالثه الله يوفقك كابتن احمد الله يوفق نادي سبورتي مثل ما قلنا هو نادي اماراتي لكن باداره كويتيه آه راح نحاول يعني قدر الامكان آه نطلع على نتائجه اول باول ان شاء الله ونعرضها باذن الله نوع من الدعم وانتم تستاهلون الدعم اخوي احمد مدعس الله يوفقك يا كابتن. طيب بعد شنو بعد شنو, شنو يا اسامه عندك شيء؟ كيفك جاهزين احنا جاهز جاهز زين مادام جاهز خلونا ندش على المواضيع الساخنه آه بنتكلم عن الجوله السابقه في آه دوري آه زين بنتكلم عن الجوله بشكل عام ابرز ما اتى في الجوله وايضا بنتكلم عن الديربي بنروح حق الجرافيك ونشوف بعض الارقام ومن ثم العوده والحديث عن الجوله نتكلم عن هذه الجولة وأبرز ما أتى في هذه الجولة خلينا نتكلم عن النتائج السالمية وكاظم انتهت بفوز كاظم 2-1 جهرة وفحيل انتهت بالتعادل السلبي خيطان والنصر 2-0 للنصر القادسية والعربي التعادل 1-1 شباب الكويت فوز الكويت 4-1 خلونا نقسم الموضوع راح نتكلم عن الجولة كلها باستثناء مباراة القادسية والعربي ناخذها بعد شوي بشكل مفصل لكن خلينا نتكلم عن الجولة ابرز ما اتى بالجوله النتائج شنو اللي لفت انتباهكم يعني في حريه كامله خلينا نبدا وياك اسامه الجوله شلون كانت بشكل عام شوف الجوله اعتقد ان اليوم الرابح الاكبر بالجوله هذه هو فريق نادي الكويت امانه يعني اللي قاعد يعني قاعد يمشي بخطه ثابته باستقرار ثابت بمستوى ثابت قاعد قاعد يعني يلعب من اجل كل مباراه قاعد ياخذها <applause> يلعب من اجل الفوز عشان يحافظ على الصداره يوسع الفارق بين بين الفرق أه باجي الفرق اعتقد كلها قاعد تجتهد امانه يعني يعني بالنسبه لي انا يعني نادي الكويت هو الوحيد يعني اللي يكون فريقه قاعد يفوز كل مبارياته وقاعد ياخذ قاعد <applause> ياخذ المهم <تصفيق> اما باقي الفرق يعني في بعض الفرق يبون بس يضمنون انه من, من السته في بعض الفرق يبون يضمنون يحصلون اكثر عدد من النقاط عشان لما يلعبون الاربعه يكونون عندهم حصيله بحيث انه ما ينزلون لدوري الدرجه الاولى. فنتمنى ان شاء الله بعد يعني بالجولات القادمه ان تكون الاثاره موجوده نفس ما شاهدناها بالموسم اللي طاف امانه الموسم اللي كنا نشوف الفرق مثل الفيحيل كانت بدايتها وايد قويه، الجهره كانت بدايتها وايد قويه، النصر كانت بدايتها وايد قويه، الان قاعد نشوف بداياتهم ضعيفه، فنتمنى أن الفرق هذه يعني اذا كانت بدايتها قويه وقاعده تنافس وتفوز على الفرق الكبيره وتاخذ منها نقاط اعتقد راح يزيد الدوري حلاوه. شنو اللي لفت انتباهك في مباراه في لاعب باستثناء القدس العربي في لاعب في حدث في مباراه يعني حريه الجوله كامله. والله احنا انت قلت بنتكلم عن التحكيم بس انت قلت بعدين عندنا اي لا لا التحكيم عندنا, محور والقادسيه العربي عندنا. محور. نعم انا يعني انا بس ملاحظتي على التحكيم. اوكي. محمد يان مشاهد أه في يمكن اكثر من ملاحظه يمكن فريق نادي الكويت لغايه الان في, في الصداره من اربع مباريات 12 اه عش نقطه النقاط كامله مستحقه 14 اه هدف اكبر سجل تهديفي ثاني افضل الخطوط الدفاعيه بأربعة اهداف أه رغم ان الكويت الان يلعب في في نقص يعني تكلم عن احمد الظفيري احيانا يشارك كبديل يوسف ناصر غير متواجد عمرو عبد الفتاح غير موجود محمد مرهون قاعد في الدكه تكلم عن العمري ايضا مشاركاته ينزل, ينزل كبديل مبيلش كبديل ابراهيم كميل غير متواجد لغايه الان مهدي بالرحمة فاتكلم فتكلم في نادي الكويت ان بما معناه انت ما عندك اي مشكله في ظل النقص الكبير في نادي الكويت الا انه قاعد يحقق نتائج كبيره يحقق ارقام قياسيه على 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 مدى الاربع جولات اللي فاتت. الامر على النقيض في فريق نادي السالميه اللي انا اعتبره ثاني افضل فريق يلعب كره بشهد لكن ثلاث هزائم وفوز وحيد على النصر بثلاثيه ثلاثة اثنين على النصر وخسر خسر ثلاث مباريات. رغم ان المتابع لفريق نادي السالميه هذا الفريق لا يعني يعني قاعد يقدم مستوى افضل من النتائج اللي, قاعد يقدمها يقدم مستوى ممتاز لديه محترفين ممتازين في خط المقدمه لكن الاخطاء اللي قاعد تتكرر في اغلب المباريات قاعد تاثر على نتائج فريق نادي السالميه لكن انا قلتها في الحلقه السابقه واقول الحين رغم تاخر فريق نادي السالميه بفوز وحيد وثلاثة زام الا السالميه لان السالميه قادر على الرجوع مره اخرى خيطان في اول مبارتين تعادل مع القادسيه واحد واحد فاز بالثلاثيه فاز 3-0 على فحيحين توقعنا ان خيطان بيكون يعني بي يعني اربع نقاط بيكون يعني له شكل ثاني في الجوله الثالثه والرابعه. لكن بعد فتره الايقاف تفاجئنا في تردي يعني مستوى فريق نادي خيطان وخسر مبارتين على على التوالي خسر من النصر وخسر من العربي بعد. بعد. لغايه الان خيطان يعني لعب اول لعبتين على عكس الجولات السابقه، نادي فحيحيل مختلف تماما عن فريق نادي فحيحيل اللي كان في الموسم الماضي بسبب غياب بعض اللاعبين تكلم عن الشامي عبد الله الشامي المدافع عبد الله الشامي غير متواجد تكلم عن يوسف بن سوده غير متواجد كل تكلم عن الحارس العجاجي غير متواجد هذول اغلب اللاعبين اللي كانوا موجودين في الموسم الماضي اثروا بشكل كبير على فريق نادي فيحي بقيه الفرق اعتقد بداية كاظمة كالمعتاد بداية غير غير موفقة لغاية الآن ما في مفاجآت أو شيء ملفت للنظر نادي الشباب لغاية الآن إحنا غير قادرين على الحكم على فريق نادي الشباب لغاية الآن مستوى عادي متواضع بقية الفرق لا جديد في ذلك النصر النصر يجب أن نركز على النصر النصر قاعد يقدم مستويات ممتازة مستويات ثابتة فريق منظم فريق قادر يسجل لديه لاعب من أربع جولات مسجل ثمان أهداف زبات, لاعب اللاعب الكولومبي وهذا رقم كبير فأعتقد أن النصر مع ظاهر العدواني اعتقد سيظهر بشكل مقايض. من اللاعبين اللي لفت انتباهك؟ واضح انه زباته. آه زباته آه كلاعب هداف بالفعل لما تكلم عن اربع جولات مسجل ثمان ارقام هذا رقم رقم كبير لكن احنا أه تكلمنا عن معاذ العنزي نعم في نعم في لاعب نادي السالميه أثنين عليه لكن بقيه المباريات ما في لاعب برز بشكل كبير اللي تقول هذا لا بارز او اثر بشكل ايجابي على فريقه وكان احد اسباب تحقيق فريقه نتيجه المباراه ما في. دكتور الترتيب كالتالي الكويت 12 نقطه، العربي 8 نقاط، القادسيه 8 نقاط، النصر 7 نقاط، كاظمه 7 نقاط، خيطان 4 نقاط، السالميه 3، فحيل نقطتين، الشباب نقطتين، الجهره نقطه واحده، الجوله دكتور. شوف ما في شك يعني اللي باربع مباريات يفوز وتصير عنده 12 نقطه اكيد راح يكون متفوق وهو المتصدر الدوري الكويت هذا لما يقول لك اذا 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 فقدت اكثر من لاعب ثلاثه أو أربع لاعبين مؤثرين في داخل ارضيه الملعب الاساسيين لكن لما تنظر الى الدكه تلاقي ان الدكه ممكن تكون افضل من الاساسيين هذا فريق نادي الكويت الموجود وذكر الاسامي الكابتن محمد نيان ما بيعيد الاسامي فريق الكويت ماشي بخطه ثابته بخط مستقيم انا يمكن اتوقع اتوقع ممكن في الجولات القادمه بعد الايقاف او توقف يمكن يتعثر فريق الكويت لكن فريق الكويت لما يتعثر يقدر يعرف شلون يصحح الوضع اللي, اللي اللي يتعثر فيه يعني عنده دكه عنده مدرب عنده جهاز فني عنده اداره تسديد الفريق يعني حتى لو ان المدرب الفريق فشل في جوله فشل في جولتين شيء بديهي عنده مساله تغيير مدرب شيء 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 طبيعي عنده ففريق الكويت انا اشوفه ماشي في خط وماشي في طريق يعني من الصعب انك توقفه اللهم يعني ممكن يكون فريق وذكر اسامه نقطه انه ممكن الفرق اللي نقول عنها الصغيره او الفرق الوسط انه ممكن تسوي مفاجاه وهذا نوع من المفاجات اللي فريق نادي خيطان امام القادسيه بس انا آل المستغرب منه في الجولات السابقه كلها او في الجوله الاخيره خلينا نتكلم فيها فريق نادي القادسيه انا بحياتي ما ما شفت فريق نادي القادسيه يعتمد يعني على الكرات الطويله في خروج الكره من منطقة الى منطقه زين ايش رايك القادسيه والعربي نخليها بعد شوي لا انا معلقة على القادسيه المعلومه هذه خلها القادسيه عشان نفرد فيها وذكر نفس ما ذكر لا في لاعب لفت انتباهك آه في انا حارس مرمى منو؟ يوسف الكندري مال اي لكن مساله الطرد طبعا بلنتي وكان كان, كان جيد يعني, يعني كان وايد, وايد 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 جيد في 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 هذه المباراه صد اكثر من هجمه تسديده و لكن انا اقول لك على فريق نادي السالميه نفس ما قال كابتن محمد بنيان انا اتفق وياه ترى يمكن في القادم من الايام يمكن السالميه تشوف فريقه يكون اقوى واقوى ممكن يكون في الانتقالات الشتويه ممكن يستغني عن محترف او محترفين ويجيب محترفين بدالهم يمكن انا اللي اشوفه ليما والثاني سانت او سا سان, سان بير سان المتفوقين انا من ضمن المحترفين وحتى المهاجم ايساكا آه ايضا حركي لكن للحين ما شفنا منه تحقيق هدف لكن انا اشوف اي منه رجاء على قولتهم ويمكن كابتن محمد بشان دكتور محمد بشان يعدل وضعيه الفريق. دكتور سالميه تقريبا كل موسم نقول نفس الكلام صحيح نقول بدايه متعثره وممكن يعني ممكن يتعدل مشواره في القادم الايام المشكله السالميه لا نقدر نقول فريق وسط ولا نقدر نقول فريق مزين ولا نقدر نقول عناصر مزينة زينه عناصر جيده صحيح المحليين محترفين جيدين مدربه جيد صحيح الاداره جيده يعني سالميه بس مشواره دائما في تعثر يحتاجون يلعبون بروح اقوى بعد اكثر من كذي شنو يعني روح؟ يعني انا 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 يعني يشدون على نفسهم بعد اكثر واكثر أكثر, أكثر. يعني امانه انا ما ابي اقول لا والله ما قل يعني حتى امام فريق نادي الكويت بالنقص العددي كان فريق السلمى قدر يوصل لمنطقه ال 18 وهدد فريق نادي الكويت بس انا اطلب منهم الزود يعني اكثر يعني اذا قدموا مستوى طيب اكيد إن أنا راح اتكلم عنهم بالزين لكن اذا قدموا مستوى مو زين اكيد ان انا راح يكون لي انتقاد فني فيهم ولا راح اجرح فيهم بالاكيد لا ولا اكيد ولا لعب الانديه الثانيه اكيد احنا نحلل لك كمستوى فني فقط لا غير هو توقفنا دائما تقريبا يعني من الانديه اللي نتوقف عندها غالبا كاظمه والسالميه. صحيح. هذا هو متشابهين نوعين. صحيح. نوع هذا إيه على قولتهم اذا سهم انت شاري يعني بال بالسوق إيه؟ ما تضمن ربحه وما تضمن خسارة اه سهم الحكي صوت البورصه. تعلمت بصف أنه اسامه. اي تجار. <applause> هذه كلمه كنا نقولها عن السالميه وعن كاظمه، لا يزعل مجلس اداره نادي كاظمه. بعد اذنك نواف. يعني لا, يعني لا يزعل من هذا الوصف، كنا نقول أنك كلا لا الفريقين السالميه وكاظمه مش فريق اللي ياخذ بطوله دوري. ممكن ياخذ بطولة كأس سيد حفظ صاحب اسمه أمير البلاد أو بطولة, بطولة ولد. لكن دوري صعب جدا على كاظم وعلى السالمية لكن كلا الناديين هم ممكن اللي يتحكمون من يكون بطل الدوري ممكن ممكن يعرقلون الوصيف يعرقلون الأول ممكن يفوزون على الأول ممكن يتعادل مع الوصيف ممكن يخسر مع أقل الفرق الفرق هذه نعم فرق لها اسمها وقويه وعندها امكانيات وعندها عناصر. لعبين. عندها عناصر لكن يعني. هويه انه يكون بطل دوري ما ادري نواف قد يكون يعني ما ادري بحطها بين قوسين فقدان الثقه ان احنا ممكن نحصل على بطوله ما ادري كل شيء متوفر في السالميه وكاظمه مثل ما قال طبعا وهذا نرجع للتاريخ دائما السالميه وكاظمه يعني فعلا مره فوق ومره تحت مهما قدموا الا انهم ما عندهم نفس البطوله او ما عندهم روح البطوله انا بوجهه نظري يمكن يمكن يزعلون منها حقيقه السماويه والكاظماويه يمكن ما في اشوف السبب انه ما في محاسبه يعني مثلا مش نادي جماهيري عشان تكون في جماهير تضغط محاسبه جماهيريه اي او 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 الجمعيه العموميه مثلا لا اشوف انه يعني عادي يعني مثلاً. من محاسبة الجمعيه العموميه؟ لا لا يعني ما في نادي حاسب الجمعيه العموميه لا لا يعني الجماهير لا لا يعني اقصد اي يعني الجماهير أو يعني هي مسؤوليه هي, هي مسؤوليه الجماهير الجماهير مو هم الجمعيه العموميه في جماهير ما لهم علاقه بالجمعيه في انا, بقى أنا اذا ما عندي جماهير انا, فاهمك. أنا, فاهمك. أنا, أنا اذا ما عنده جماهير صح مسؤوليه الجماهير مسؤوليه يعني ممكن الناس اللي عضاء ولا كذا لكن تشوف سالميه وكاظمه يعني مهما لعبوا مهما قدموا مهما اجتهدوا لانهم ما عندهم روح البطوله وما يعني مثال انا ذكرت في البدايه انت مستحيل يعني كنت قابل قوسين او أذن بطوله الدوري وفريقك قوي تستغني عن المهاجمين يعني يعني نشوف الكاظمه اليوم واضح واضح ان يعني الفريق ما يملك الحلول في يعني في المقدمه يعني مكان شبيب واضح واضح شبيب وايضا دملي, 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 دملي يعني اثنين كانوا مؤثرين يعني جدا حقيقه فاذا بيسجل الكاظمه اعتقد مثل ما شفنا كور ثابته و يعني باخطاء يعني وهذا ما حدث للسالميه اللي اعتبرنا فريق غير محظوظ حقيقه قدم كره لكن عارف انت كره القدم يعني ما تعتمد على المستوى الفني ولا تعتمد على النتائج، السالميه ما كانوا محظوظين في كل المباريات اللي لعبوها حقيقه خسروا فيها يعني تسع نقاط كانوا الابرز اخطاء فرديه حصلت واثرت على نتيجه المباراه لفت نظري حقيقه في الجوله نادي النصر بعد التوقف زين وما سجل عليه هدف وقتال لاخر دقيقه وما شاء الله بالمحترف وله نادي النصر طبعا دائما تعودنا ان ما شاء الله يعني متوافقين حقيقه بالمحترفين اكيد لازم نشيد في دور المدرب الوطني ظاهر العدواني يعني فريق ملتزم خيطان حقيقه امر غريب يعني انه بدايه مثل ما قلت بدايه القويه وكنا توقعنا انه راح يستمر لكن بعد توقف خيطان يعني ما سجل ولا هدف وعلى ومرمى استهداف يعني مؤلمه حقيقه مع ان أه نواف ترى خيطان على أه بالميدان يلعب يلعب زين شكله زين يعني مع العربي, العربي لا من العربي الشوط الاول لعب زين الشوط الاول نعم نعم لكن بالشوط الثاني اختلف يعني لا يعني شوف هو من مباراه القادسيه وبعدين شوف كان خيطان تحقق يعني تعادل مع نادي القادسيه وبعدين فوز 3-0 على فحيل حصان الاسود الموسم الماضي يفترض تكون دفعه معلومه صح. كبيره هذه لكن يعني اللي شفناه حقيقه امر توقعنا افضل توقعنا من كذي إيه؟ اللي لفت نظري حقيقه وانا اهني حقيقه واشيد في حارس مرمى نادي فحيل واتحمد له بالسلامه الدكتور او كابتن الدكتور احمد عادي احمد عادي عوده احمد عادي بعد اصابه الرباط كحارس مرمى يحوشك الرباط هذا امر يعني مو سهل لكن عاد وتالق حقيقه فهذا امر عادي ممتاز حارس لا ممتاز, ممتاز حقيقه اي يعني بيفيد نادي فيحيل الان حقيقه كثير لان خاصه ان الحارس اللي بوجهه نظري قد يكون الوحيد اللي متميز في الكرات العرضيه يعني العرضيه ولا الارضيه؟ لا الكرات العرضيه اللي نسمع ان الكل يعني في 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 ازمه حقيقيه حقيقه في حراسنا في في, في هذه الكرات لكن احمد متمكن وايضا حتى بعودته عودته امام الجهره يعني ما شاء الله ما تشعر ان هذا كان يعني مبتعد فتره سلامتك. طويله أه فيحيل يعني كابتن فراس خطيب اعتقد الان ما يعيش في في اجمل حالاته طبعا ضغوطات كبيره عليه لكن انا اعرف فراس مو من النوع اللي يستسلم أه اضاع لاعب فيحيل ضرب جزاء ف قدام الجهره يعني اخر اي اخر الدقائق مع الجهره فكانت ممكن يعني ان ينهي المباراه أه هذه كرة القدم أحيانا تجتهد لكن مش لكل مجتهد نصيب وشفنا مثل مع فحيل ومع السالميه حقيقه اللي الحظ بوجهه نظري تخلى عنهم. آه شباب نبي نتفق بنصير نفس المواقيت الانجلش مثل اليابانيين دقيقين الا ربع نتكلم عن الديربي الا ربع زين اوكي اوكي بالضبط بس بكلمك على نقطه احنا شو مو ديربي كلمني على نقطه لا لا لا, لا. كلمك على كاظمه ايه كلمني على كاظمه ايه؟ بس بسال بس اسامه م. وارجع صدر. لك اسامه تفضل أه شاهد بس بشيد ايضا مثل ذكرني يعني بحارس نادي كاظمه يوسف الكندلي واتمنى الطرد هذا طبعا ما ما ياثر على لعب مباراه ممتازه خاصه انه هو الحارس الثالث صح يعني بعد صانون ها اللي مصاب و كوني كوني الرابع بعد الرابع الاسبوعي فهو الرابع يعني وهذا درس لكل حراس المرمى يعني شوف هو رغم اربعه لكنه شارك بالدوري ولعب مباراه كبيره وكان احد اسباب فوز نادي أه وفر لي تقييمك حق بعد شوي بسالك عن حراس الجوله بشكل عام كلهم باخذ رايك فيهم بس ما نسالك خلاص حوت الحين هو المعاطف كنت متجهز عاد روح له دمنا جاهز روح روح حق ابو عبد الله لا ارجع حق بعد <applause> أه شوي بطول يا اسامه شنو أه... لا على فريق اللي... نادي كاظم احنا توقعنا في واحده من الحلقات هنا وقبل الانطلاق او تقريبا بعد الجوله الاولى قلنا ان ال... ان كاظم راح تاثر بشكل كبير في قياب شبيب الخالدي وفي قياب ديمبلي كل اللاعبين راح يتاثر بشكل كبير من ناحيه الهجوم لان القوه الضاربه في فريق نادي كاظمه واللي خلى فريق نادي كاظم ينافس على بطوله الدوري لغايه اخر ثلاث جولات العام هو وجود كل كل اللاعبين والاكثر الاكثر بعد اللي هو شبيب اللي سجل 18 هدف في هذاك الموسم، لو تشيل ال 18 هذا 18 هدف اهداف شبيب تشيلها من سجل فريق نادي كاظمه ممكن كاظم يكون في المركز السادس او السابع، وهذه دلاله عن قيمه شبيب في فريق نادي كاظم، وقلنا في هذا الوقت ان نادي كاظم محتاج مو لاعب بديل، مو لاعب بديل يلعب مكان شبيب ولا لاعب بديل يلعب مكان دبلي مطلوب من كاظمة انه يوفر لاعبين على نفس القيمه اذا مو اكثر كفاءه يعني انت ما تبي يعني مثلا مثلا بقول لك ناصر الفرج لاعب تميز الموسم نعم انا ما اقدر العب ناصر الفرج مكان مكان شبيب ولا ناصر راح يسد مكان ديمبلي الاقصد انه ما ابي لاعب من الدكه يلعب مكان لا انت مو محتاج بديل انت محتاج لاعب على قيمه شبيب الخالدي اذا مو اعلى من شبيب، وتبي لاعب نفس قيمه ديمبلي اذا مو افضل من ديمبلي ولا ما يخدمك ولا ما يخدمك الوضع، اذا بتجيب لاعبين اقل قيمه ما راح يخدمك الوضع، سواء من الدكه او تعاقدات خارجيه، القصد ان كاد ما كان محتاج لاعبين بقيمه اللاعبين اللي رحلوا عن فريق نادي كاظم، هذا امر ما حصل، لذلك اكبر اسباب تاخر فريق نادي كاظم موضوعة في هذا المستوى ديمبلي وشبيب الخالدي. اسامه الان أه، الجهرة نقطه واحده. يعني الجهرة لو فريق متواضع بنقول فريق متواضع فريق هم دش المباراة ممكن يفوز يعني ما تقدر تقول في فترة من الفترات نقول الفريق هذا لا بيخسر ما تقدر تقول الجهرة بيخسر لكن نقطة واحدة في خلل خلل واضح في نادي الجهرة شوف احنا قلنا يعني قلنا الـ الـ انت تبتقارنا بالموسم اللي طاف الموسم اللي طاف هو نزل نزل مع الاربعه وهو يحتاج اعتقد ثلاث او أربعة نقط عشان يضمن يضمن بقاءه بالدوري الممتاز. احنا ليش اليوم نقول الفرق هذه هي اللي تزيد حلاوه الدوري. يعني احنا نتمنى امانه انا يعني رساله لخالد الجار الله رئيس نادي الجهر نتمنى ان ان الاهتمام ازيد بهذا الفريق، انت عندك عناصر جيده، عندك لاعبين جيدين. عندك نفس نفس اللاعبين هم نفسهم اعتقد يمكن 90% نفسهم اللي ملت الموسم اللي طاف يعني اختلاف المحترفين قد يكون يعني اختلاف بسيط لكن الجوده موجوده الاساس صح موجود صح. فانت لازم تكون لك وقت وانت لاعب سابق وعندك خبره وعارف شلون تحمس اللاعبين الان في دور اداري امانه يعني الجهاز الفني قاعد يحط التشكيله وتقريبا نفس اللاعبين اوكي في دروب في مستويات بعض اللاعبين وهذا شيء طبيعي يتعدل من خلال مشاركاتهم بباقي مباريات الدوري لكن اليوم اليوم الجانب الاداري يعني جدا مهم باي فريق اي فريق يحصل فيه دروب في الجانب الاداري اهم من الجانب الفني شلون انت كجانب فني اليوم لو تعطيني مثلا لاعبين يعني تقريبا اي مدرب بي يحط تقريبا 95% من من نفس تشكيله اي مدرب قبله لان هذول اللاعبين اللي عندك فشنو اللي فرق اليوم اليوم اللي يفرق انه لما يكون في تدخل اداري متدخل تدخل بالتشكيله تدخل اداري لمصلحه الفريق تهيئه اللاعبين تهيئه اللاعبين م. تشجيع اللاعبين حماس اللاعبين والله تعالوا بعطيكم مكافات بعد الفوز مشاكلهم مشاكل يعني اكيد اكيد في مشاكل طبعًا. عند اللاعبين شوف اللاعب لما ينزل مستوى صدقني في وراه شيء لازم تبحث وراء الشيء حل مع. المشكله اي فانا يعني هذا اليوم دور خالد الجرار جدا ضروري لي، مو بس يعني انا اتكلم عن نادي الجهره اغلب الانديه الصغيره هذه اتمنى ان تكون تكون ند قوي نفس العام العام احنا ليش استانسنا كل واحد يقول اي أيوة والله دوري احلى دوري شفناه ليش لانه ما تدري اللي بيلعب ما تدري من يفوز، الفحيحيل قاعد قاعد يطقون اي فريق، صحيح الجهره قاعد يطقون اي فريق، النصر قاعد يفوزون على فريق، عرفت ال لا بس النصر النصر تختلف معاي ولا تتفق لازم نفرقه صراحه نفرقه ونجدمه خطوه خليني اقول لك على منو؟ على خيطان وفحيحيل والشباب والجهره خلينا نجدمه خطوه بحكم ثباته في المواسم السابقه لا 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 أنا كم حتى على السالفه لا كم من حين حين لا الموسم الموسم لا الموسم اللي طاف شنو, شنو قلت يعني يعني من النصر بتاريخه دائما هو يعني اي يعني, يعني لا بس لا, لا, يعني لا بس النصر بالدوري اللي كان مع الاربعه انا قصدي في ثبات مستوى النصر جدا خطوه وين كان؟ صح كان صح صح إيه انا اتكلم شفت كان كارقام نعم شفت هذه الفرق متى ما كانت هذه الفرق بحالتها وقويه وقاعده تنافس وقاعده تاخذ نقاط من الفرق الكبيره صدقني الفرق الكبيره راح تلاقي مستواها جدا ايضا يرتفع لان شنو يبون يبون نقاط من هذه الفرق وهذه الفرق قويه قادر انها تفوز عليها ما تاخذها بالسهل من ولاعبينهم لاعبين مميزين انت اليوم لا تقول لي يعني اللاعبين الموجودين بالنصر او بالشباب او بخيطان كلهم لاعبين مميزين الجهره كلهم لاعبين مميزين يعني انت قادر انك تفوز على اي فريق فحط الثقه بنفسك والعب لاجل حلاوه الدور لاجل نفسك يا نفسك انت كلاعب انا يبقى اليوم انا لاعب لاعب الجهره انا اليوم يبقى بمتع نفسي وبمتع الجمهور لا ضغوطات اي لا ضغط عندك ولا مطلوب منك نتائج ولا شيء تعال متع نفسك متعنا معك م. بس هذا المطلوب منهم اداري دور اداري نتكلم نعم. عن الجهره خلينا نكمل وياك ابو علي آه شباب مو بعيد عن الجهره نقطتين فالحين نقطتين بس شوف ما ادري تتفق وياي ولا فيحيل قاعد يؤدي فيحيل يعني يند يعني الشباب انا اشوفهم بمباراه الكويت يعني كان كان ند يمكن 2 واحد بعد ما سجل على نفس المدافع بس يعني المباراه شبه انتهت لكن في لا في قاعد يأدي رغم انه نقطتين ما ادري تتفق تختلف شوف نفس ما قال ابن ايام بعد هم انا اكررها انه افتقد بن سوده وافتقد اعتقد حتى الطرار موجود وياهم انت فيتور, فيتور اعتقد لاعبهم المحترف مصاب فيتور لا هذا خيطان لا في لا فيك لا لا مهاجمهم مهاجم فهيل اعتقد مصاب يمكن بس اللي كان يلعب الموسم الماضي بس ما السنه هذه ما شفته اعتقد مصاب ايه؟ ف على 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 خيطان يعني مساله التوقف يمكن هذه اثرت على فريق خيطان ها قصدك مساله التوقف, التوقف يعني تعادل الأسياد وفاز الأسياد ايه مشاركه الاسياد اي مشاركه الاسياد انا اتوقع يمكن في فرق تاثرت في هذا الجانب ومنها خيطان ويمكن منها خيطان بس انا اتوقع ان حمزه الصراف والمدرب عبيد آه آه عبيد عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد فريق خيطان ممكن يحقق نتيجه للمستقبل المستقبل انا اتوقع في الشغله هذه وسالتني عن فريق ثاني فريق, فريق الشباب انا سالتك عن فريق الشباب اي فريق الشباب انا شفت مباراته مع الكويت ترى 2 واحد ما كانت بالساهل ما كانت بالساهل كان يعني واقف ند مو ند كان خطر على فريق نادي الكويت كان يقدر يوصل المرمى لكن النهايات ما كانت سليمه عند لاعبين محترفين وعند لاعبين يعني شباب عمر ابو حمد نص الملعب وعندك عندك انتدابات أو انتدابات اول ايه هدفين انتدابات ضربه جزاء والثاني الثاني قلطة وترى ترى نادي الشباب يستقطب انتدابات محليه صح ممتازه صح, صح كلامك اللاعب اللي تعور عبدالله عبدالله عبد الله العتيبي ممتاز عبد الله العتيبي باك شباب ممتاز لاعب ممتاز وهو يا علي علي فرمن الدفاعات يعني كانوا متميزين لكن الخطا اللي سواه واللي خسر نادي الشباب اخطاء الدفاعيه اللي حصلت التمركز او تشتيت الكره من برا من داخل 18 الشباب بيشتت الكره بتصير الكره عند فريق نادي الكويت اللي مر الخنيسي حق على حسين وقولها وايضا حق محمد دحام نفس الشيء فريق الشباب مو فريق سهل فريق الشوط الاول انا شفته كان منافس قوي لكن تغير الحال يصمد <applause> نادي الشباب يعني صح إيه؟ كلامك صح مو فريق سهل بس ما يصمد ما يصمد آه تغير الحال ليش تغير الحال؟ لان صارت في عنده تبديلات قلت لك انا دقه نادي الكويت اللي نزلوا ايضا لهم عامل مؤثر في داخل تغيير مجرى المباراة بو, بو شهد شوف اقول على الشغلة الفرق الصغيرة الغير جماهيرية ها غير جماهيرية الغير منافسة على البطولات اللي من ضمنها الشباب وفحيحيل حيل والجهرة تتأثر ترى بغياب بعض اللاعبين تتأثر صحيح فريق مثلا تكلم عن الجهرة جارة تأثر بغياب إيساكا إيساكا كان فريق صحيح. هو هداف الفريق الموسم الماضي تكلم عن عبيد رافع تكلم عن عبد العزيز الرسام كل هذول اللاعبين مو موجودين الموسم هذا تكلم عن فريق نادي فيحيل فيتور مو موجود بن سودا مو موجود تكلم عن طرارو مو موجود تكلم عن عبد الله الشامي مو موجود تكلم عن العجاجي مو موجود هذول الخمس لاعبين مؤثرين كانوا اساسيين في فريق نادي فيحيل الموسم الماضي فالفرق المو جماهيريه اللي ما عندها اللي ما عندها يعني ما عندها حلول وايد ما عندها وفره لاعبين يتاثر بغياب ثلاث اربع لاعبين طبيعي. طبيعي طبيعي, طبيعي بيتاثر طبيعي. هذا واحد من الاسباب اللي خلى في تراجع في مستوى هذا الموسم الشباب لغايه الان انا اعتقد ان توقعت انه افضل من افضل من اللي قاعد اشوفه لكن فريق نادي الجهره مو سهل اللي يشوف فريق نادي الجهره فريق مبادر وفريق سريع وفريق يبادر ويلعب ويهجم ويضغط فريق ما, ما, ما يتراجع ولا يتكتل فريق ممتاز فريق نادي الجهره يلعب باداء ممتاز لكن نتائجه مثل فريق نادي السالميه لا يحقق نتائج ايجابيه لكن كمستوى فريق قادر على خلق المفاجات اي بس ما يصير محمد تقول فريق ممتاز وهو يملك نقطة واحدة م. يعني ما يصير ياخذ صفة الامتياز إيه يلعب بـ بـ يعني مبادر افهمها مبادر م. بس ان المبادرة اذا توصلك الى انك تكون متذيل ترتيب ونقطة واحدة لازم تعيد النظر الا اذا كان في مشاكل ادارية مثل ما قال اسامة لا مشاكل ادارية يعني واحد من الاسباب يعني قصدي لا, لا لا اوكي اوكي أيه. الدور الاداري احسن دور مثلا شنو اللي فرق بين النصر والجهرة او بين النصر وحيحيل؟ النصر عنده ميزانيه الان الان عنده ميزانيه ما قال الرقم عنده ميزانيه اللي بامكانه يوقع ويا اي لاعب صحيح يعني حسب ما اعلن في الاعلام السنة. ان الايراد السنوي قد يتجاوز المليون دينار كويتي ويجيك فريق نفس نفس الجهره مثلا او نفس فحيحيل ما عنده استثمار ما عنده وما, لعب وما لعب عنده امكانيه ولا عنده داعمين ولا عنده القدره انه يدفع عشان يجيب لاعب مميز ما يخدمه هذا هذا الامر ما يخدمه عشان تلاقي فيه لكن انا اللي قصدته بقصدته من فريق نادي الجهره انه فريق مو سهل ان فريق قادر على خلق المفاجات، فريق مو سهل، فريق يهاجم يبادر ما هو سيء <applause> لكن كارقام كارقام مثل مثل ما قلت لك نفس نادي السالميه كارقام ارقام لا كنقاط واهداف وسجل تهديفي لا ما يقارن بالفرق لكن فريق مو سهل يعني قادر على انه يحقق مفاجاه مثل ما قدر يحقق مفاجاه امام فريق نادي القادسيه كان متقدم بنتيجه 1-0 ترى باللحظات الاخيره قدر القادسيه انه يحسم مباراه بتسجيل هدفين يمكن ترى نهايات نهايات مهاجمين نادي الجهره ما تكون سليمه وما تكون صحيحه وفعلا الناس ما قال ترى انا تابعته مع فحيل يعني كان ينقل الكره ومستحوذ على الكره وكان يوصل للمرة لكن موجود احمد عادي احمد عادي يعني ما شاء الله عليه صد اكثر من هجمه م. فمو فريق السهل حتى لو بتفوز عليه بتفوز عليه بصعوبه بس انه ما يتوفق كان يقدر يوصل للمرة اكثر من مره لكن نهايات ما كانت سليمه على الجهره انا اتكلم فيها م. كلامه صحيح ابو عبد الله يعني آه خلني اخذ تقييم لحراس آه المرمى في هذه الجوله منو اللي شد انتباهك من اللي حسيت انه يعني آه كان مميز بالجوله قلت يوسف الكندري آه يوسف الكندري طبعا كونه كان حارس رابع انا يعني اقول لك حارس رابع وكان بعد اداء طيب يعني اي, إي بس إن اللي شاده أنه حارس رابع تخيل لنا حارس يفترض انه يكون يعني حارس رابع عندنا صعب تلعب ها صح, صح. ما اظن ممكن حارس رابع صح. يلعب في في نادي لكن يوم لعب يعني فاجئنا حقيقه يعني قدم مباراه كبيره مثل ما قلت لك انا احمد عادي احمد عادي حارس مرمى وترجع من الاصابه بهالثقه هذه يعني هو دائما هو هو في في يعني ثقه بنفسه يملك الثقه بنفسه حقيقه انا اتوقع يعني راح راح يلعب موسم كبير مع مع نادي فهل باذن الله لكن الاخطاء هناك اخطاء يعني تأدي الحارس المرمى يختلف عن المهاجم خطا الحارس لا يغتفر يعني غلطه الحارس بهدف الجناعي مثل الجناعي يعني صحيح. الهدف اللي سجل عليه خطا واضح كان رغم ان الجناعي انا يعني مميز مميز, مميز. حارس مرمى مميز أيوة. واتمنى اتمنى يعني ان الخطا هذا ما ما يأثر ما ياثر عليه آه العجاجي مع مع النصر مبارتين متتاليتين كلين شيت يعني فاضل بعيد امر امر يعني دفعه معنويه كبيره هذه حقيقه اتمنى انه يستمر فيها علي فاضل نجم الجوله الاولى صح وايضا لعب بالجوله الثانيه وايضا في الشوط الاول مع العربي قدم مباراه كبيره صحيح لكن النتيجه وهذه مشكله حراس المرمى يعني شوف احيانا انت تقدم لكن يعني ليش يقولون حمالين الاسيه حراس المرمى يعني احيانا انت تقدم مباراه كبيره لكن صح. النتيجه ما تخدمك او او الفريق ما, ما يخدمك ابو خالد او الفريق ما يخدمك الفريق ما يخدمك الدفاع يعني يعني ما يساعدك يعني او النص ما يساعدك احنا كنا انا ذكرتها انه كان ممكن يصير افضل لاعب في الجوله بس النتيجه يعني يعني تقول حق اسامه انه هو افضل لاعب و4-0 صح صح, صعب. صح. <تصفيق> <تصفيق> صح. <تصفيق> يعني صعب بس انه هو كان افضل لاعب يعني ها لعب مباراه كبيره بس النتيجه 4-0 فصعب انك بشكل عام صراحه ماهر بشكل عام احنا كالكويت حراس الكويت وهذا امر والله محزن بالنسبه لنا يعني آه عكس ما كنا في السابق في السابق كنا مميزين كحراس الكويت من, من يعني سنوات نجوم من عقود من عقود صحيح. صحيح. يعني اتكلم انت مميزين يعني كل نادي يملك حارس مرمى يعني آه فكان يعني فعلا الكويت ديره حراس مرمى صراحه الان لا والله الامر اختلف اختلف اختلاف واضح واضح ما تقدر يعني او لما نقول احنا نملك حراس مرمى كحارس مرمى يعني إيه اللي حارس مرمى هو اللي اللي يقود الفريق اللي يعطيك الطمأنينة اللي يعطيك الثقة النجم القائد نعم كل كل فريق يعتمد على ترى يعني آه هذا المركز صراحة هو أهم مركز في في لعبة كرة القدم لأنه هو اللي يعطيك الثقة هو اللي يعطيك, يعطيك القوة هو اللي يقود الفريق ترى هو يعتمد على ردة الفعل حارس مرمى هو ردة طبعًا فعل طبعًا يعني ردة فعل مش في كرة تغير تجاهها ردة فعل يعني في 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 القرار في 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 كلمة لفظ شوف لفظ أحيانا تقول خلها مثلا صحيح. أو شيلها أو هذا أنت تنقذ أنت تنقذ هدف الآن أنا أشوف شخصية الحارس أو كاريزما الحارس حقيقة مو, وقفني مو, مو موجودة كاريزما الحارس وهذا مهم جدا يعني قبل حارس المرمى جيلك اللي قبلك اللي قبلك شخصية شخصية, شخصية 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 لا لا والله شخصية والله ولا قصورهم اللي موجودين لكن في امور عوامل كثيرة مختلفة بس انا برد على الجولة خليني بس لك انا مهم اني اخذ رايك في الجولة وحراس الجولة الان ابي اذكر لك اسمين سعود الجناعي نعم وخالد العجاجي سؤالي عن سعود الجناعي سعود الجناعي حارس اكثر من ممتاز نعم اكثر من ممتاز يعني على مستوى حراس المرمى اكثر من نعم ممتاز بس قاعد يخطئ اخطاء يعني اخطاء قاتلة في المباراة الماضية اخطأ في المباراة هذه اخطأ هذا ما يعيبه بس احنا يجب ان يعني نواف الخالدي يجب ان توصل له على الاقل كلمه خليه يهتم في الامور هذه يعني. لا شوف آه آه سعود الزناي طبعا بعد انتقاله الى نادي السالميه ما لعب اول <applause> في البدايات ما لعب اي في صح؟ البدايات صح؟ ايه؟ هذا كان نواف المنصور وامر ياثر على حارس مرمى كون انه هو لما يعني ما انتقل الا انه انه يلعب وحارس من المنتخب رد بالمنتخب هو فممكن ترى يعني التعامل مع حارس المرمى غريب التعامل النفسي لا دور كبير والله مع حارس المرمى يعني شوف يعني انا يعني وايضا حارس المرمى ترى دائما يعتمد على التجربه والخبره خاصة للمدربين انا عندي قناعه تامه لا يمكن تكون مدرب حارس مرمى انت ما تملك خبره على وجهه نظري حقيقه لان المدرب الخبره وهو يختصر لك الزمن يعني خبراته هذه كلها يضعها بين يديك <applause> يعني هو دفع ثمنها الخبره شنو؟ الخبره مجموعه اخطاء انت اخطات في امور فتعطي الحارس هذا يعني ان تعطيه الحل قبل ان يخطئ نعم نعم صارت تجربتك يعني صارت إيه أي شوف قبل لا يخطئ لكن اذا كل خطا تبي تبي انت تصلحه كل خطا تصلحه اصبح صحيح انت انت راح تاخذ وقت كبير عشان كذي أه نشوف ان حراس المرمى او مدربين حراس المرمى عندنا يعني ان شاء الله ما يتاثر في يعني انت ما, ما, اظن أن في مدربين اصحاب خبره صراحه صراحه وين بالانديه كلها؟ يعني ما اظن انا يعني شوف انا حتى كان نادي القادسيه يعني حصلت لي تجارب نادي القادسيه آه مدرب آه صارحني ان انا ما انا لاعب يعني سنه من السنين واحنا نادي القادسيه ها قال لي انا ترى اقول لك شيء انا ترى لاعب مو مدرب حراس مدرب حراس ما كان لاعب اي لكن شهاده ومشت علينا ها آه مع جاريدي ايضا مدرب اسباني شو مشت علينا قصدك يعني؟ يعني انه هو تاخذ الشهادة انت جاب إيه؟ شهاده؟ جاب شهاده شافوها قال اخ والله الظاهر هذا سي اخر ايام اشوفك بس يوجه بدر اي <applause> <يقول> والله <تصفيق> <تصفيق> يقول والله بدر بوجه بدر, بدر شلون؟ عسى ما شر قال لي ترى انا يعني لا تلومني هذا لان انا اي انا مو مدرب حر. انا ما 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 لبست يعني ما دس <applause> لكن عنده شهاده بس <applause> عنده شهاده هذا امر غريب عجيب حقيقه فانا ارجع واقول يجب يا طبعا بالمراحل السنيه بعد اقول ابو شاهد يعني حدث ولا حرج حقيقه يعني انا تفاجات انا كوني الان في مجال التدريب تفاجات ان مثلا الاغلب حافظ مش فاهم وهذا ما ما تجي بالورقه والقلم كحارس مرمى لان اللاعب لما يفرض عليك باول دقيقه مو مثل انفراد باخر دقيقه انت الان عشان الكرات العرضيه وهذا الضعف الواضح في حراس الكويت صحيح. لو تتمرن تاخذ لك 50 كره عرضيه ما راح تطلع انت كره عرضيه الا في امور يعني لازم يفهمها الحارس من ناحيه الشجاعه من ناحيه واتخاذ القرار القراءه القراءه الشجاعه انت متى يبرز حارس المرمى الحين ما تقيم حارس المرمى شلون تقيم انت هذا حارس المرمى؟ يعني وانا استغرب بعض المرات لما يقول لك شلون تصديات عدد تصديات وهذا شلون عدد التصديات انت ممكن في تصدي واحد واحد بس ها؟ الحين مو دور نواف الان مو دور مو دور حارس المرمى الان بس التصدي الحين الان دور حارس المرمى في بناء الهجمه لا الحين هذه انا الامر انا رجل. اختلف انا اختلف في الحين شوف النقطه هذه الكل اقل من المدربين ايه شوف الان شوف أنا في أنا مهما كانت اللاعب مو حارس مرمى ترى احنا نفهم الامور كذي يعني حتى جوارديولا انا مستغرب كلهم يصيرون جوارديولا بلش فيها ايه؟ فانا اشوف المدرب استغرب فالكل يبي الحارس شلون يبني انت الحارس لما هم يعني لما تحضر هما هو يقصد لما تكون انت ضاغط وانت اللي يعني مبادر انت المبادر هني احنا ترى اول ما سواها مع مدربنا الهولندي في 2001 يمكن العب انا اكثر واحد يستلم كره بالملعب بس كنا م. يعني واحنا ماسكين الامور واحنا ضاغطين بس لما تكون انت تحت ضغط مستحيل زي زي مستحيل زي انك لا انت مستحيل انك انت تبي بياخذون منك يقولون لا لا, لا, لا فشنو <applause> ايه اي فانا شخصيا انا اقول لهم يا جماعه فلا تركزون على النقطة هذه لأن أنا مستحيل نواف نواف في حارس مرمى النقاش ما هو هذا ما هو جدي لا في الموضوع بس خلينا ناخذ رايك بس سعود الجناعي وأنا قلت لك سعود الجناعي ترى حتى في المباريات هذه كان زين يعني حتى مع أفضل لاعب أفضل لاعب الكويت كان جيد يعني أفضل لاعب الكويت لكن خطأ يعني زلة لا الخطأ بعدين حتى ترى الخطأ سعود الجناعي مع الكويت مباراة يعني, بارت يعني بارت صراحة انتهت المباراة يعني, يعني بس ما, ما لا, لا يعني بس تفرق تفرق يعني لا, لا أقصد يعني قصدك ما غير بالنتيجه يعني لان كان الهدف لا الثاني لا يعني ان الهدف الثاني اي بس انه خطا واحد صفر هو خطا نفس الشيء يعني. لا, 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 لا انا اقصد شنو لعب في تركيز يعني لعب في تركيز في ثبات في, في حضور ذهني أو أو كان و... كان واثق من نفسه قدر يمكن الدقيقة ك... 95 او اكثر نحافظ على مرماه بـ بـ يعني طلعاته كانت ممتازه نواف ساعدني لان في اسئله بعد اكثر انا لو سعود مو مميز ما سالتك لو هو يعني كان مستوى متواضع واخطا ما اسال بس لان سعود كان زين خالد العجاجي نواف جسمه يعني اوكي مو جسم كبير بس رده فعله مرونته الجنب ماله جيد حارس مرمى ممتاز أه شوف يعني يعني اللي يقيم حارس مرمى يعني او يظن ان الحارس مثلا اذا كان طويل وهو مميز في الكرات العرضيه هذا لا, عليك لا هذا عليك. هذا ما يفهم يا عليك. ما يفهم حارس مرمى يعني القرار عنده السرعه القراءه الشجاعه يعني امور كثيره ممكن يتعوض هذا هذا الشيء وكثير انا لو عد كثير من الحراس طوال مو يعني ما يطلع ما يفكر انه يطلع مهم مهم فاللي يعني اللي يقيس يعني في 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 مدربين مثلا يشوف انت طويل تعال انت مو طويل هذا موجود اي لا يعني امر خاطئ حقيقه، نعم مهم الطول ايه. مهم لحارس المرمى بس في اشياء اهم اي لكن في اشياء اهم اكيد اذا انت يعني ما تملك او ما تعشق هذه الكرات مثلا ايه. يعني انت الحين لما تصير اه مثلا ضربه ركنيه اذا انت ما تفرح تفرح انها صارت كورنر على اساس انا ابرز وانا ابي اطلع اصبح انت أقول تفقد الكثير يعني تخيل انت الحين مدافعين كانوا موجودين متى انت ممكن تقول طالع حارس مرمى او تلتفت للحارس مرمى في هالكرات تكفى ريحنا مثلا ايه يعني انا مطمئن. ماسك لاعبي انا ماسك لاعبي وخصوصا بالاوقات الفريق كله داخل يعني 16 لاعب 18 فيا حارس اذا انا ماسك مان تو فتكفى انت تطلع فتك... يعني <applause> <applause> لا موضوع لا انت اعطيتني بالتخصص والله انا استفدت والله يا شهد بالتخصص ويعني امور احسنت اصلا التعبير يعني خاصه انا يعني قاعد اتكلم عن حراس مثل خالد العجاجي وسعود الجنائي يستاهلون أن ينقال لهم من حارس بقيمه نواف الخالدي بس احنا بعد وين الانجلش تايم يا شيء اكثر من ذكرى أحنا والله اقول ترى وصلت وين الانجلش تايم؟ بس لا خوش كلام قاعد يقول يا جماعه ما يصير اقاطع بعد خوش كلام حلقه يبي حلقه عن <applause> اي لا لا له وقت ان شاء الله الكلام هذا بس والله احسنت جزاك الله خير خوش كلام خلاص تقدر تمشي لا لا نبي 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 مباراه الديربي وين يروح؟ الحين بنتكلم عن مباراه الديربي مباراة العنوان لهذه الجوله مباراة القادسيه والعربي او العربي القادسيه خلونا نشوف هذه اللقاءات للجماهير بعد المباراه ومن ثم العوده والحديث عن المباراه. والله اداء الفريق كان طيب زين كان الفريق متماسك وكان هو اخطر صراحه اخطر بالمباراه. أه قول يعطيهم العافيه قولوا و يعني الاداء كان وايد طيب أه بعدين عقب ما شويه تعبوا اللاعبين وهذا القادسيه على قولتك ياخذونها بالبوقه ياخذونها بالبوقه وقولوها كورنر بدايه الموسم تفائلنا خير قلنا والله القادسيه الموسم هذا ياب محترفين يعني غير عن المواسم السابقه بس للامانه للحين المحترفين مطلوب منهم اكثر مع أخوانهم اللاعبين المحليين. الشوط الأول كان واحد, واحد صفر بعدين نهاية الشوط واحد واحد. زين. الجمهور حماس العربي أداء زين. القادسية شوية قاعد يصير محظوظ. والله العربي يعني ما عندهم لاعبين ولا عندهم شيء. وقال كذي شلكت دخلت كذي. اليوم فلتوا القادسية. إيه. باقي يمكن دقيقة أو شيء كذي أعتقد إنه فلتوا من هالمباراة هذه. هم بيحاولون يشدون حيلهم صار لهم فتره مو فايزين علينا اعتقد انهم بيحاولون انه يعني هويه اليوم بيعمل هويه نادي القادسيه اليوم ولكن ما يقدر قدام الزعيم العرباوي والله الاداء ما اقول لك انه زين ولا انه سيء الاداء كان وسط يعني مفروض يعني يقدمون احسن من اللي صار اليوم بس الحمد لله على كل حال وهذه مباراه ديربي متوقعين كل شيء احنا منها يعني انت قدساوي؟ <applause> اي نعم وانا عرباوي العربي فايز فايد فايز يفوز اصلا وش تقول شو تقول ابو فهد؟ لا ان شاء الله قادسيه راجع وقادسيه وطن واداء مستوى ان شاء الله الموسم راح يكون ما مع عوده ابو عبد العزيز فواز العساوي وان شاء الله المستوى راح يتطور مع الايام الجايه ان شاء الله. والله ضايق خلقي على التعادل الصراحه بس خوش مباراه يبي لنا يبي لنا مهاجم ناقصنا مهاجم وأي شيء قال عن الصوله غير صحيح. الجمهور هو رقم واحد بالملعب. والله يعطي يعطي الشباب العافيه الفريق يعني ما قصروا والله بس انا شرحتي على المدرب والله يعني قاعد تلعب على نفس الخطه كل مباراه على نفس الخطه يعني ما ادري الاداريين يعني مخلينا كذي بروحه يعني خلي الخطه بكيفه وغلط يعني قدام الخيطان تلعب ثلاثة ثلاثة قدام القادسية تلعب ثلاثة ثلاثة القادسية كان لعبهم وايد زين يعني وشيء انه حلو انه انه يعني يبين انه اذن ما قوية بالنتي مراضي يحسب اللاعب قدام طايح ما في شيء ما في شيء قدساوي آه تساوي يطيح لا فاول عطى عطى كرت بالغصب راضي يطلع انا آه الصراحه اشوف آه المباراه اللي طافت كانت احسن بس آه بشكل عام اداهم كان زين لا احنا زعيم زعيم الزعيم لا يموت هيا هيا غادسية كفو كفو الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك كلها مباراة خسر هارد لك اللي فوز مبروك إذا التعادل الإيجابي هو سيد الموقف في مباراة الديربي، أسامة شلون كانت المباراة فنية؟ والله طبعا بالبدايه احب اول شيء اشكر الجمهور امانه اللي اعطى المباراه حلاوه يعني كل اللي حضروا من زمان من زمان ما شفنا جمهور القادسيه والعربي بهالكثافه بهالتشجيع بهالحماس الجمهورين العربي والقادسيه امانه يعني يشكرون شكر خاص لحضورهم ومساندتهم للفرق بالنسبه حق المباراه استمتعنا بالمباراه مباراة قادسيه وعربي امانه استمتعنا طبعا اول عشر دقائق استحواذ كامل لنادي القادسيه ضغط استحواذ لعب يعني حسيت ان اول عشر دقائق القادسيه راح يفوزون يبون المباراه احنا حاشنا بعض الارتباك في في بدايه المباراه لكن بعد العشر دقائق قدرنا ان ننظم الفريق ويتنظم شوف اليوم ما تقدر تقول والله احنا افضل من القادسيه والقادسيه افضل مننا في فترات بالمباريات قد سيكون افضل في فترات يكون افضل بس اعتقد ان اغلب الفترات يعني كانت من صالح النادي العربي خصوصا ان فريق النادي العربي امتلك النص بعد خروج عبد الله الشمالي اللي اتمنى له الشفاء امانه خطوطه منظمه وده طبعا احنا نلعب المدرب لعب على امكانيات الفريق ويعني هذا لعب اثنين ارتكاز وهذا اصلا يعني واجبه ان ان اليوم لاعب خصوصا نادي القادسيه اليوم يمتلك مهاجمين او يمتلك تشكيله تشكيله هجوميه اتكلم انا كاسامي يعني لما تحطها على الورق تقول هذا صعب الفريق هذا ينقلب لكن بالواقع ما شفنا الاسامي اسامي, أسامي نادي القادسيه اللاعبين اللي كانوا متوقعين منهم نادي القادسيه انهم يبرزون خصوصا بن سوده الفنيني عيد الرشيدي الصولة, الصولة تانديا زين لا تانديا يعني على الاقل برز شويه تحرك لكن هؤلاء الاربعه اللي كان متوقع نادي القادسيه ان ان هؤلاء يعني ما حد ما مفاتيح الحلول حلول وكل واحد عنده حل ويقدر يسجل لكن النادي العربي قدر يتعامل مع المباراه آه في هناك اخطاء تحكيميه اللي قلت بعدين راح نتكلم عنها لكن يعني اتمنى ان ان هذه المباراه تكون يعني اول اختبار حقيقي للناديين يعني مباراه قويه لعبونا الناديين اول اختبار حقيقي بنلعبوا خمس محترفين وبنلعبوا خمس محترفين وهذا اكثر اكبر اختبار حقيقي للمحترفين راضي عن المحترفين العربي أه يعني تقريبا يعني امانه يعني انا ود انا طبعا انا أه من الناس اللي احب اعطي فرصه للمحترفين للحكم الحكم عليهم يعني بعد اقول قسم كامل قسم قسم كامل اي اي إيه قسم كامل عشان هذا يكون بعد الـ 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 يعني ما تقول والله في لاعبين ما انسجموا مع الفريق، في لاعبين ما لعبوا بمركزهم، في لاعبين في لاعبين ما تأقلموا مع الفريق، لا انا بوجهه نظري اي محترف أعطى قسم كامل زين بعدين تعال احكم عليه في راي يقول ما اعطيه ثلاث مباريات ما اعطيه لا شلون يا محترف انت محترف عندك عندك يبين. اقول عندك انتقالات شهر واحد بعد ثلاث مبارات يبين قصدي لا لا اشيله بعد ثلاث مباريات يعني في يعني لاحظ اليوم اليوم المحترفين اللي موجودين خمسه من العربي وخمسه من القادسيه م. ولا محترف بارز، يعني ولا محترف نقول هذا المحترف اللي والله بارز وشايل الفريق وافضل من اللاعبين المحليين. خل خلي محترفين العربي وليد صبار. المدافع لا المدافع ابو عبد الله المدافع مباراة كبيرة صراحة ايه. الجزائري هذا بشار محمد بشار يعني, 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 يعني مباراة كبيرة عد. صراحة. ما. نعم نعم كاد. الهدف اصلا الهدف كان منه. لا بس يعني شو يعني اي يعني اقول لك الهدف المفروض كان, كان يطلع الكرة صار فاول سجل علينا هدف. فاليوم لا يعني مو اللاعبين انا اتكلم بالشق الهجوم يعني اللاعبين اللي اللي يلفتوا انتباه يعني ناطرين أيه القادسيه جمهور القادسيه ناطرين محترفينهم شنو بيسوون؟ الجمهور العربي ناطرين محترفينهم شنو بيسوون؟ لكن ما في لاعب او ما في محترف اللي والله برز اللي نقول والله هذا اللاعب اللي برز اي والله هذا تحكم عليه من ثلاث اربع مباريات انا بوجهه نظري بعد نعطيهم فرصه سواء المحترفين انا قاعد اتكلم بصفه عامه نعم سواء القادسيه او سواء نادي كلهم عندهم امكانيات لغايه الان ما ظهرت. بس انا الفكره هذه يعني احترم وجهه نظرك بس في راي كبير يقول يعني القادسيه والعربي ما ينطر على المحترف. يا محترف يبرز ويتعامل مع الضغوطات صح كلامك بس ترى يعني منطق اشيله لا ما اشيله بس في لاعبين محليين ياخذون محله اذا اذا ما قدر يتعامل. اللاعبين المحليين ابرز لكن يعني يعني شوف يعني الحين شفت نقاشي هذا بنقله حق محمد في جزئية بن سودة مثلا أعطيك مجال أتكلم فنيا على راحتك بس نقاشنا يعني شاركنا اللي قلته حق أسامة بن سودة خذ الآن أربع جولات أربع جولات بن سودة مو مقدم المنتظر منه من الجماهير القدساوية تنطرون على بعد أكثر لو بيدك القرار يعتمد على وضع النادي مثلا خرجنا نكلمك في نادي القادسية من بديل يوسف السودة يوسف بن سودة من بديلك راس حربة <applause> ما عندنا بديل ما ممكن ممكن نايف زويد صولا ممكن نايف زويد صولة. بس صولا لا يمكن ان تعتمد عليه كراس حربه من نعم. بديلك اذا تم الاستغناء عن يوسف بن سوده الان تم الاستغناء عن يوسف بن سوده انت ما انت في فتره انتقالات شتويه عشان صحيح. توقع مع آه. محترف هذا اللي قاله انت آه. واجب آه. عليه تنطر لي شهر واحد عشان توقع مع محترف اذا من بديل يوسف بن سوده الواجب <applause> الشغل على يوسف بن سوده في مباراه لان يوسف بن سوده ما بقول عال على الفريق لكن ما في لغايه الان ما في اضافه ولو 10% هذا مو يوسف السوداء مال بس ها هذا بس مو يوسف فيه. اللي, كان فيه فريق في فريق نادي الفحيحيل. يوسف مو عالى على الفريق لكن يوسف ما في اي اضافه تذكر لهذا اللاعب ما قدم المنتظر من. احنا ما نقول نعم. انه يسجل ما يخالف شيء طبيعي انك في مباراه لعبتين ثلاث اربع ما تسجل محمد دحام للجوله الرابعه يلا قدر انه يسجل هدف وحيد وهو هو, هو مسجل 18 هدف نفس عدد اهداف شبيب الخالدي في الموسم الماضي بعد رابع جوله سجل اول هدف احنا ما نقول نسجل لكن نبي خطوره تذكر احنا في وجود المحترفين اللي احنا توقعنا راح يكونون اضافه الفريق احنا معاهم اسوأ من الموسم الماضي اسوأ يعني بن واحد يوسف بن سوده اداء اداء يعني انا لو عندي بديل ليوسف بن سوده اليوم انا عندي تلعب نايف زويد افضل نايف زويد لاعب يتمركز لاعب مو سريع مو سريع يوسف زويد لكن عنده قراءات يعني زويد في, في الموسم الماضي ما كان يلعب اساسي ويشارك في بعض المباريات بقول تقريبا ست اهداف، لاعب يتمركز. يوسف بن سودة ما في اي ايجابيه. ممكن لعب نايف مكان انا اقول لك لعب نايف من اللعبة الجايه. هذا آه هذا اذا هذا استمر يوسف اذا مو استمر اذا هذا هذا, هذا, هذا اجابه سؤالي لما قلت لك لو القرار بيدك هذا اللي اقصده اسامه. يعني شوف لعب نايف زويد هو لاعب محلي، لكن انت صح فكرتك يعني انتقالات شتويه انطلع انتقالات شتويه، وهو اللي قال اذا عندي بديل العبه. لا, لا اللاعب اللي قاعد يتكلم عنه مو لاعب جديد. اي لا شايفين لا عنده امكانيات وما ايه قدم المنتظر ايه منه صح ايه كلام هذا ايه هذا بالنسبه ليوسف بن سعود اكلمك على فريق نادي القادسيه بدينا احنا نادي القادسيه في شكل مثالي جدا الدرس أن في الثلاث جولات الماضيه ما لعبنا في هذه الطريقه ولا كانت لنا هذه البصمه 20 دقيقه الى 22 دقيقه ضغط في منتصف ملعب فريق العربي وادعم أعطاء لاعبي العربي فرصه في انه انه يتنفس مو انه يمرر انه يتنفس ما في مجال فريق نادي العربي مضغوط في خط ال18 وفريقنا يتم استخلاص الكره في 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 نص ملعب العربي ونمرر تمرير واستحواذ و لكن بدون خطوره ابو شهد بدون خطوره ليش بدون خطوره؟ لان مثل ما قلت لك اللي احنا كنا معولين عليهم بشكل كبير انه يكونون أهم الاضافه اذا مهاجمينك اذا مهاجمينك انت من بيسجلك؟ انت من بيسجلك؟ الوسط والمهاجمين؟ بذكر لك اياهم بن خارج ال خارج الحسابات صح اثنين لغايه الان ما قدم ربع ما كان يقدم مع فريق نادي السالميه لاعب لغايه الان سلبي على الفريق. عيد حتى في حال مشاركته اساسي او كبديل لا يقدم الاضافه. اتكلم عن اتكلم عن صولة. الصوله انا بوجهه نظري الصولة العربي هذا هذا صوله اخر م. هذا صوله اخر مو مال العربي اللي كان الموسم الماضي. تكلم عن الصوله وبن سوده وفنيني وعيد الرشيدي. هذول أربعة خط المقدمه منو بقى عندك؟ بدر مطوع موجود في الدكه وابراهيم تانيه. ابراهيم تاندي هو الوحيد اللاعب اللي قاتل بقيه الاربعه عبء على القادسيه لغاية الان رغم ان احنا تفائلنا وسقف الطموح ارتفع هذا الموسم بوجود كل اللاعبين الاربعه لكن لغايه الان هم عبء على الفريق عبء على الفريق لم يقدموا اي اضافه لفريق نادي القادسيه في مباراه اليوم فاقول لك بعد الثلث ساعه اللي احنا يعني تفائلنا خير انه يكون الفريق يستمر على هذا الاداء الضغط العالي والتمرير والاستحواذ على امل تحصيل فرصه ان نسجل منها هدف فاجأنا العربي في تمريره سجل منها فريق نادي العربي هدف بعد الهدف عاد فريق نادي القادسيه مره ثانيه الى الفريق اللي كان يلعب في الجولات الثلاثه الماضيه الفوضى والعشوائيه وعدم الوصول والاعتماد على الصوله اخذ الصوله ياخذ كره ويدبر حاله او ابراهيم تاني ياخذ كره يدبر حاله الطامه الكبرى وين في اظهره الفريق يا ابو شهد عبد العزيز نصاري في دروب خطير في دروب المفروض ما يستمر نصاري خلاص خلاص لازم يقعد في الدكه لازم ي... اربع جولات انا يعني متابع المباريات بشكل بشكل واضح عزيز نصاري اصبح ثقره كبيره في في الفريق لا يمرر ولا يقدم المسانده الدفاعيه ولا يقدم المسانده الهجوميه ولا... ولا يستلم صح اخطاء كثيره من عندك مكانك؟ آه... ل... عندي خالد صباح خالد صباح صحيح يعني كخيار صحيح. انا مضطر مضطر لاني عبد العزيز نصار اللي يشوف فريق نادي القادسيه عبد العزيز نصار في الاربع مباريات ما قاعد يقدم راشد الدوسري انا بوجهه نظري افضل من الموسم الماضي، نعم ما وصل للمستوى اللي احنا نبي يوصل له، لكن لغايه الان راشد افضل من الموسم الماضي. بالمحصله بالمحصله ابو شهد لما يكون عندك ثلاثه او اربع مدافع مهاجمين في في خط الوسط في خط المقدمه، وعندك مدافع موجود في خط الدفاع ايضا ما يقدم ما يقدم اضافه. تكلم عن خمس لاعبين شب شب غير مفعلين. طبيعي بيتاثر فيما تقول لي من المسؤول انا اقول لك المسؤول مدرب الفريق محمد ابراهيم مسؤول مسؤول على الفريق اللاعب اللي انت ما تقدر تطوره او تجهزه او او تكمله في التمارين عن ما ينقص هذا اللاعب اشتغل عليه في التمارين ما قدرت ما وصلت لمرحله ان هذا اللاعب غير جاهز انه يلعب يقعد في الدكه استعين في اللاعب البديل لان احنا اربع مباريات ما قاعد نلعب مستوى زين انا اقول لك واحد من الناس انا راضي كل الرضا على النقطه على النقطه راضي كل الرضا واساسا احنا ما نستحق اكثر من النقطه احنا ما نستحق ثلاث نقاط ما نستحق ثلاث نقاط النقطه في مباراه العربي مكسب للقادسيه انا بوجهه نظري لان احنا ما قدمنا ما, ما يعني اللي نستحق عليه ثلاث نقاط هذا بالنسبه للفريق القادسيه انا بس عندي رساله اوجهها حق اخوي سلطان العنزي رساله اوجهها ويا ليت اللي, اللي يسمعوني او هو يسمعني اولا الاستفزاز في ارضيه الملعب والادعاء والمبالغه في الـ في في الرياكشن امر يسيء لك ولن يرفع من قدرك كلاعب، قيمتك كبيره، سلطان العنزي انت لاعب قيمه كبيره في ارضيه الملعب لكن المبالغه في الادعاءات والتمثيل المبالغ فيه امر مستفز، امر يستفزك انت خارج انت مشاهد، انت سلطان يستفزك في برا الملعب يستفزك. مو هذه الطريقه اللي, اللي تبي تاثر على الحكم عشان يطرد لاعب القادسيه. اللي يلمسك على صدرك تلمس راسك، اللي يلمسك على راسك تلمس ظهرك ما ادري عيب. أنا أقول عيب هذه الحركات عيب حتى في أوروبا هذا الأمر مكروه وغير محبب، غير محمود هذا الأمر، التمثيل على الحكام والمبالغة في ردات الفعل جديد ردا على السلطان وردا هذا وردات الفعل جديد لا مو جديد بس كان يلعب لا لا ما كان لا 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 ما كان كذي السلطان عشان كذي أسألك جديد سلطان في القادسية ما كان كذي يعني هذا جديد على سلطان هذا الأمر سلطان هذا الأمر في الموسمين الموسم الماضي والموسم هذا أمر مبالغ أمر مستفز يعني زاد بالفترة يعني بشكل آخر. بشكل تعرف يعني. شكل يعني مش محبوب يعني مو مطلوب من سلطان في الشكل هذا. مع العلم مداخلات سلطان انت لاحظ كل مداخله لسلطان. سلطان لما يدش على اللاعب يدش بنيه ايذاء اللاعب انا اقول لك. وانا محب لسلطان. لكن سلطان لما يستبعد كره اي كره مثلا التحام بينه وبين اللاعب يطلع الكره لكن بكل جسمه يجيك على اللاعب. يجيك بقدمه بايده بكوره تغير ستايل محمد ف لا الموسمين الماضيين بس يعني وصل حد وصل حد لنا شوف وصل حد أي فهمني اياها ويا لأن سلطان وصل السؤال المنطقي هني كان لاعب القادسيه ما كنت توجه له ما لك كان بهالصوره صراحه عشان كذي ابي افهم منك بالغ فيها, فيها شوي بالغ فيها ابي افهم منك سلطان ما كان فيها صوره انا قاعد اشوف تاييد بالنواه لا مبالغ فيها مبالغ فيها الموسم الماضي حلو يعني فهموني ياه. الموسم الماضي والموسم هذا لازم واحد يطلع بالتلفزيون يقول حق سلطان بس اللي قاعد تسويه بس كفايه انه انه شيء مستفز مستفز للجماهير حتى لو احنا نحبه لاعب حتى لو احنا نحبك يا سلطان وانا احبك كلاعب سلطان سلطان لاعب لكن لكن الامر ما اللي ما قاعد يصير بس انت تتكلم عن سلوكيات يعني يجب يعني تعديلها يعني اتمنى ينتبه لنفسه سلطان ان هذا الامر ما يرفع من قدره ما, ما يزيد لهذا هذا الامر ما يزيد هذا ينزل من قيمه سلطان ينزل من قيمه سلطان الفنيه مو كشخص ينزل من قيمته الفنيه دكتور قيمه كبيره سلطان ينزل لفريق النادي العربي ما في شك وصدقني يمكن الكلمه اللي قالها محمد بنيان انا اقدر اضيف عليها فعلا سلطان العنزي قيمه كبيره في خط وسط العربي لكن طريقه يعني انا اعطيك مثلا حمد العنزي لما وقت كان يلعب كان تمثيله حلو وكان يكسب فيها قرار صح. الان في عمليه التمثيل اللي انت قاعد تسوي او الطريقه اللي شرح لك فيها محمد بنيان انا واحد من المشاهدين كنت كتاب المباراه استفزني اللي حصل عند خط المرمى بالغ بالغ اللي مع ابراهيم تاندي وايد فيها مبالغه يعني انت بالأساسي الكره كانت خارجه خارج الملعب انت صار منك الدفع نفس ما قال دخول انا احزنني وضع سلطان العنزي كل بهذا أنا امانه انا محب سلطان العنزي كان وياي في منتخب تسعة 19 سنه وكنت احبه وعامله بطريقه جدا محترمه لكن فعلا اللي قاله محمد هيان لا تحاول انك تخلق لك شغله معينه الناس ما تحاول يعني ترضى عنك في هذا الموقف يعني انا من كلمه محب ومحايد بالعكس أحد كلاعب في داخل ارض شرس و و و لكن هذه التصرفات ما احبها أنا فنيا المباراه أنا تعادل عادل وفعلا المباراه كانت مقسومه بين العربي والقادسيه بالشوط الاول ما قال تعادل عادل تعادل عادل يعني ممكن كانت في قرارات الحكم انه ممكن تغير نتيجه المباراه ناجلها بعد شوي لكن لكن انا اللي قلت لك اياه في بعض فترات من المباراه كان يضطر فريق نادي القادسية نادي القادسين يطلع الكره بالكره الطويله بالكرات الطويله. ايه حلو. لان شنو فقد السيطره على خط نص الملعب. ايه كان العربي يكون مستحوذ وخط النص واغلاق المناطق. يعني لعب عبد الله عمار ولعب الباك شمال. عبد الرسول. علي عبد الرسول. الشوط الاول. وانا مصي لا تقول الاسماء الحمد حسن حمدان. حسن حمدان. يعني سكر انت قاعد تفاجئني وانا اتوهق وياك لا 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 أي انا قلت لك خلنا نتفق على اللي قلت لك عبد الله عمار آه بالاول اي عبد الله عمار والثاني احسن حمدي في احد ينسحب شوف الطريقه اللي لعب الطريقه اللي لعب فيها المدرب الالماني نادي العربي طريقه يعني حكيمه على ما قلتهم سكر أو أغلق الخطوره في فريق نادي القادسيه ونجح فيها يعني الاثنيني ولا تادي مصبلي وقدر يمسك نص الملعب لكن الآن انا مستغربه القاسية انا تعودت اشوفه قبل وكان يتعبك في نص الملعب في نقلات الكره في بدء أيه. الهجمه من الدفاع الى النص من النص الى الهجوم بالنقلات السريعه والعرضيه والامور هذه كلها هذا ما شفته ما شفته بتاتا ما شفته وانا اتفق مع اللي قاله ومعاكم انتم ايضا بركة فنيني وينه بالضبط؟ من سودا وينه؟ الصوله ما بين كانت له محاولات على قولة بنيان يلا خذ الكره حاول انت تقدر عليه الصوله ما كان يلاقي فيه دعم طبعا يوم طلع عبد الله الشمالي مركز الثقل الفريق مع اللاعب المحترف الثاني الافريقي انا اقول لك اياها تعادل عادل يمكن بعض قرارات الحكم كانت ممكن تاثر على نتيجه بس يعني بس في شغله بس بنيان قال صوله الصولة يوم كان بالعربي غير عن الكلام الجولات السابقه توظيف, توظيف اللاعب اليوم قبل يوم كان بالعربي كان في راس حربه صريح موجود داخل الملعب الصوله <applause> كان لاعب حر تحت راس الحربه او او طرف بالاجنبي الان الان الصولا هو يعني التوظيف شلون يكون؟ الصولا يحب المساحه لما يشوف الجول قدامه يروح حق الجول قدامه اما انت مخلي الصولا وراه اثنين مدافعين واحد ماسكه وراه واحد ليبرو شنو بيسوي لك يعني توظيف اللاعب كلامه صحيح لما يقول لك صوله العربي غير عن صوله الغات توظيف اليوم توظيف اللاعب امكانيات اللاعب شنو؟ امكانيات لاعب مثلا سريع ايش الفائده اذا تقط على ريله؟ شنو بيسوي لك اللاعب هذا؟ بس هو لعب مباراه واحده ترى راس حربه لعبه العربي لعبة لا إيه اي ها قاعد اتكلم انا قاعد اتكلم انا قاعد اتكلم قاعد اتكلم قاعد اتكلم لعبه العربي بس على على سلطان ذكرني بمدربنا اول بيرتي فوكس كان كان الالماني اي كان لا يمكن انك تتجرا تسوي الحركه هذه صحيح كنا يعني اللي يطيح يقوم غصب عليه طرد ناصر العثمان طرد ناصر العثمان لا يمكن تمثل يطيح كذي يجن جنونه ما تشوف كان يحب احمد عيسى <applause> يحب اللي ما يعني تفارت انه لاعب يطيح بهالطريقه ويمثل يعني شيء هذا الامور اللي حقيقه كنا استفدنا منها من بيرسي فوكس بال بشون شخصية الالمان وشلون القوة إيه يعني مثل ما قال نعم. حتى في الدوري الانجليزي عبد الله يقعد يطالع بنظرة عبد الله القوة وان اللاعب خاصة في هالمكان تحتاج لاعب شرس يعني فتمثيل وهذا يعني مثل ما قلت مهاجم اوكي بس هذا مو لايق عليك يعني حتى أبي أبي حتى مو راكبه نواف ابي <تصفيق> رايك الحين محمد يمثل ابي رايك فنية المباراه فنية بس ابي اذكر بالاستبيان اللي اللي كان في اكونت برنامج بالسنتر قبل المباراه شارك في 1384 مصوت من كان الاقرب للفوز في ديربي القادسيه والعربي؟ لا هذا بعد المباراه صح؟ من كان الاغلب اي بعد المباراه من كان الاقرب للفوز في ديربي القادسيه والعربي المصوتين كان نسبه اللي اختاروا العربي 67% واللي اختاروا القادسيه 33% بالمبارات. مثل ما هو واضح على الشاشه. ابو أه خالد نواف خالدي آه فنيا شكراً سريع طبعا القادسيه كابتن محمد ابراهيم فاجئنا كلنا في لعب بطريقه 4 4 2 أه الصولا وتانديا ظهير بن سودة كان يعني اظن كان يفاجئ العربي، حتى العربي كنت ما توقعوا هذه الطريقه. القادسيه لعب بشكل ممتاز مثل ما قال ابو عبد الله اول دقائق، لكن بعد ما سجل الهدف واعتقد الهدف يعني كان يعني المهاجم هو ما نزل ها؟ وغلطه يعني انا وجهه نظري كان تغطيه تغطيه يعني انت اربع مدافعين كان ممكن واحد ينزل معاه ها؟ ولعب باص يعني استطاع انه يضرب خط الدفاع كامل وايضا تمركز يعني هني دور المهاجم خابة يعني لاعب يختلف عن بن سوده في تمركزه حقيقه يعرف شلون يتمركز يعرف شلون يتحرك يعرف بن أه سوده يعني يعني, أه يعني شوف بالشوط الثاني طبعا غيرها 4 3 3 لكن اللي حصل انا بالنسبه لي يعني وهو الباريات الديربي القادسيه والعربي تعتمد على يعني تفاصيل صغيره منها منها التبديلات مهمه جدا جدا لغه العربي التبديلات التبديلات صراحه يعني اللاعبين ما قدموا نزلوا يعني ما اضافوا للفريق صحيح يعني كان صراحه يعني للاسف يعني ما قدموا عكس العربي عكس العربي العربي يعني مثل كان يحتفظ بالكره بندر لو انه لعب ربع ساعه كان تشعر انها يحتفظ بالكره ما تنقطع منه احنا لا يعني بصراحه طلال الانصاري يعني مو هذا طلال الانصاري يعني نزل اضطراري إيه اي لما نزل يعني كثير كره الاضافه الاضافه, الإضافة إيه ما كان اضافه حتى دخول بدر؟ آه يعني بدر ربع ساعه و... وب... بدر بدر يعني اكيد يعني بدر ما ما هو بدر اللي يعني نزل مع ايضا ما عمل اضافه مع انت عمل إضافة؟ تعتقد انه ما عمل الاضافه اللي منتظره منه وخصوصا انه شفناه حتى يعني يعني ممكن شوي ما ادري اقول متوتر ممكن ممكن, نارفز ممكن نارفز تاخر بالتبديله ممكن عرفت لان يعني انا اعرف بدر عدل بدر كان ممكن يبي يدخل أه كان يحتاج اكثر من وقت اكثر من حتى, أه حتى دخول عيد لا رشيد لكن لا, لا, لا عيد هني وقف هني دخول عيد وهذه انا رساله وجهها حق عيد يعني عيد يعني نادي القادسيه وجماهير نادي القادسيه متامله فيك خير وانت لاعب صراحه وحسب ما وصل لي ان النادي وفر لك كل شيء كل طلباتك وفرها ف يعني انا اتكلم عن ثلاث سنوات مو الحين يعني عيد وين عيد اللي 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 متوقع منه اللي اللي نتامل فيه العيد اللي يعني عنده امكانيات سريع عيد مهاري, مهاري عيد يسدد يعني صراحه نزول العيد ممكن يغير نتيجه بلحظه عيد لا يعني انا اقول شيء خاصه بعد نزول العيد آه الرسول ومزمامو لاعب او كان مصاب شيء يعني اتوقعت ان عيد ممكن ياثر ممكن يعني يلعب آه او يراوغ او يضايق هذا اللاعب عيد انا ما اذكر انه طاف ولا اذكر انه آه كان خطر ولا اذكر انه سدد ولا اذكر خطأ. ولا ولا, ولا استخدم يعني المساحات بسرعته يعني, يعني عيد يعني عيد حرام حرام والله يعيد حاضر حاضر يعني عيد يعني جمهورنا الغادسية القادسيه يحبك <applause> وما زال يحبك صراحه يعني شنو عندك اللي اللي ما تطلع هذه المهاره اللي اللي متوقع منك الموهبه اللي عندك يعني عيد انت من اللاعبين القلائل الموهوبين صحيح صحيح ما شفنا عيد أه وحقيقه يعني اداره نادي القادسيه والله الموسم عداها العيب. طبعاً معك عداها العيب اللي تقول عن نادي إدارة نادي القادسية هذا صراحة ما يفهم لأن جابوا لك أحسن لاعب بالدوري الصلاة وثاني أحسن لاعب من سودة. سودة. أحسن لاعب من محلي الفناني وأيضاً الكلام الفناني الفناني نادي القادسية يختلف عن نادي السالمية شوف ترى يعني في لاعبين يعني يعانون من ضغط الجماهير ممكن وفي لاعب يستمتع. من ضغط الجماهير انا ممكن اقول يعني شخصيه الاكيد ان ابن سودة ترى من الشخصيه اللي يتاثرها كونه هو صغير بالسن و يعني مش شخصيه الكاريزما اللاعب اللي اللي يواجه او اللي اي فضغوطات نادي القادسيه اثرت عليه بشكل كبير اتمنى الفناني يعرف ان هذا نادي القادسيه يعني آه راح تعيش كل كل مباريات انت تحت ضغوط واللاعب اللي ما يلعب تحت ضغط يعني ينقص الكثير حقيقه ينقص ينقص الكثير بس, بشيد لاعب امانه انا بس, بس, بس خلي خلص بس بتكلم عن العربي حق. اتكلم حق. عن العربي انا ارد واقول المدافع حقيقه هذا اللي كنت بتكلم المدافع العربي انا بوشا. حتى حسن حمدان حتى حسن حمدان لكن هذا يعني فاجئني فاجئني لأنه صراحه اقدر اقول مباراه نادي القادسيه يعني صراحه لعب مباراه كبيره في شيء انا لاحظته خلاص نمو شو اسم المدافع؟ محمد محمد جزائري 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 <تصفيق> <خلصة> <تصفيق> انا بشيد امانه باللاعب حسن حمدان امانه بهذه المباراه انا اعتبره من نجوم هذه المباراه نعم حتى جمع, جمع ما شاء الله. حتى عبود نعم الخط الدفاع جمع كان كان ممتاز في المباراه جمع وحسن حمدان لكن حسن حمدان كان حسن حمدان ترى مستواه ثابت نعم ما شاء الله تبارك الله بس انا مستغرب منه سقوط اكثر من لاعب نادي العربي خربت المباراه هذه صراحه يعني لا, لا 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 لا, 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 لا سبع لاعبين في في شدة انا انا خصك جماعه عبود وعبد الله عمار والجزائري تبدلوا لا لا شنو السبب هذا شنو السبب يعني بس هو المفروض جاهزين مو المباراه يعني مو المباراه ادري هو مجهود هو بدني هو يعني قاعد يطيحون بس لا لا يعني مو تمثيل هم تبدلوا اصابات بس عبد الله ليش يطيح انت يعني يعني شد 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 غريبه يعني انت عبد الله عمار العضله مالته شي قاضبه الحين. بس دقيقه عشان تفهم مو غريب الشد هذا يعني سؤالك شنو السبب ولا تعتقد انه تمثيل؟ لا 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 السبب شد اوكي أو مو شيء غريب مثلا هذا اللي غريب. قاعد يقولونه يقولون انا 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 أو قاعد يقولون المفروض جهود بدني قلت لي يا خل... جهاد اتوقع انا جهاد جهاد المفروض جاهز عبد الله عمار اربع جولات نعم انا انت انت الحين سالتني ليش لا ما سألناك ليش احنا قاعدين نقول شنو تعتقد هم هم اي انا اقول لك انت لما تقول شنو تعتقد هو ما يتفق وياك انا اقول جهاد بس ما ما في اتفاق ليش اسامه المفروض انه جاهزين واذا تقول لي اجهاد اربع جولات حتى لا لا أيه؟ في شغلات خليه. عشان يلا نسمع في بعض المباريات انت راح تبذل تبذل اكبر من طاقتك في بعض المباريات طيب. حتى لو تكون نص الدوري هذه منها هذه انا من اتوقع اذا يعني اذا حاشم شد عضله اكيد هو واحد باذل اكبر من طاقته زين ليش بس عندنا كذي الشد العضل حتى المنتخب شد العضل مستمر مستمر في عندنا مشكله احنا 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 تجهيز لاعبنا اكيد في مشكله عندنا باللياقه البدنيه ايه اكيد لازم بش بش اكيد, هال اكيد شنو اكيد شنو؟ اصابت لا لا مرات نفسي الموضوع لا لا خل النفسي صح ايضا النفسي ياثر على العضلات ايه؟ لكن انا اتكلم اليوم احنا يعني ما وصلنا لمرحله اللياقه البدنيه الكامله خصوصا احنا بدايه الموسم زين ماهر مهر بس بشكل من على آه اساس بروح حق لا نهائي ضد القادسيه لو كان نواف الخالدي قول شيء وانا اللي على قولتك قولت عليك في هذا النهائي <applause> يقول لا 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 نواف في هذا النهائي <applause> فعلا كنت تعبان نفسيا ومن المجهود يعني لما اقول لك ان انا تغيرت تستغرب وساب ولا ما تستغرب؟ شنو كانت لياقتي انا البدنيه؟ فل <applause> ما شاء الله <applause> اقول لك لا فعلا اشرت حق مدرب الفريق قلت له بدني ماني قادر لي شاده علي طيب مجهود بدني وعامل نفسي شباب انا عندي تسع دقائق وعندي تقرير عن الحكام وانتم عندكم ايضا تعليق على موضوع التحكيم في الديربي بس اقرا بعض التغريدات صالح سويدان يقول مشاهد سلامي عليك وعلى الاخوه بالاستديو للاسف القادسيه امس ينقص مهاره التسديد خصوصا الحارس العربي هو الحارس الثاني مشعل المطيري يقول القادسيه سيء جدا ابو نواف الغى دور الشمالي وجيبوله في التحضير والبناء والخروج بالكره الامام ولعب الثنائيات مع الصولو فقط كرات عاليه وعشوائيه يقول هذا افلاس فني كبير هدوء نسبي يقول بعد السلام كابتن بنيان أه سلطان حف أه الله يحفظه أه سوى نفس الحركه مع السنوسي بمباراه العربي موسم كورونا 3 3 يقول ما علقت وقتها عسى المانع خير سعود العتيبي يقول السلام عليكم صبحكم الله بالخير سؤال كابتن محمد بنيان هل يحتاج القادسيه تغيير الجنرال محمد عبد او نعطي وقت فقط ليرجع القادسيه كما كان عندك الحين سؤالين لازم تجاوبهم حمز <applause> الشطي وعادل سلم عليكم جميعا صباحكم الله بالخير اجمل ما في الديربي الحضور الجماهيري الكبير اترك الامور الفنيه او اترك الامور الفنيه للكباتن هناك امر يجب ان يجد حل مليون مره تكلمنا عن استاد جابر في اكثر من عشرين بوابه يعقل يفتح فقط بوابتين ومتى يتم وضع كافتريات للجمهور في المدرج الهلالي نطالب بحضور الجماهير و يقول نطالب بحضور الجماهير ونعذبهم عبد الله العدواني يقول صبحكم الله بالخير مشاهد الجدول خدم نادي الكويت للحين ما لعب مع الكبار مع احترام الفرق الاخرى وسلامي للكباتن بس شباب الكنترول تبون نخلي موضوع الحكام باكر لكن نتناول الامور التحكيميه في الديربي تمام بس اعطي مجال للكباتن يقولون رايهم في بعض اللقطات في الديربي بعد اذنكم سؤالين موجهين لك ابو عبد خلي اوكي الـ الـ انا ما راح اتذكر من ثلاث اربع سنين هذا تعرف اللي اللي حبيت ابين وهو مو معايات ابو شهد تمام مو معايات مو انا اثبت لك وانت اثبت لي انا اللي قلت بالـ 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 بالاكيد ان سلطان في اخر موسمين الامر هذا صار بشكل صحيح. بشكل واضح صحيح. ومتكرر في الموسمين اللي فاتوا الموسم اللي فات والموسم هذا اصبح الامر متكرر وبشكل مبالغ فيه العنف والتمثيل حتى والتمثيل المبالغ المبالغ فيه اوكي على السؤال الثاني هل يحتاج القادسية تغيير الجنرال محمد ابراهيم او نعطيه وقت فقط ليرجع القادسية كما اكبر من محمد بنيان محمد ابراهيم ونواف الخالد والشيخ طلال مباشره والشيخ اذا الفريق استمر على هذا الاداء م. وكان السبب فني استبعاد محمد ابراهيم اوكي ما في باس يعني بالنسبه حق البوابات انا ما ادري ليش مبطلين بوابتين فقط فعلا يعني يجب ان يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار يعني كنا نجهز حق الديربي من فتره طويله اي سبب مو مقبول اي سبب مو مقبول اذا كان فعلا المعلومه دقيقه ان فقط بوابتين لا يفترض كل البوابات تكون جاهزه كلها مو اغلبها كلها لا وفر خدمات داخل بالاضافه الى الخدمات يعني احنا مو متفاجئين ان مباراه الديربي جاهزه جاهزين ناطرينها من فتره يعني في ديربي زين اوكي ترى الجمهور لحظه بس بس الجمهور ترى ما يعني اقلب يعني المباراه الجماهيريه هذه الوحيده اللي مباراه جماهيريه فلازم تكون جاهزة جاهزين لها ايضا صح كلامك كافتيريا ما مكان صلات كل الامور هذه لازم تكون موجوده داخل الملعب. آه الشغله آه الثانيه اتمنى ما ادري شلون يتم علاجها لكن آه شفنا الدخان اللي داخل الملعب، يعني ما يفترض انه ما يكون موجود، خاصه احنا يعني مو تقول هواء وبراد ودخان اعاق المشاهده واختنق حتى اللاعبين تضرروا. لا حتى اللي بنشوف الكره بالجهه الثانيه ما قادرين نصيدها وين الكره صايره. حتى اللاعبين تضررون إيه. يشمون الدخان هذا. طيب شباب آه بس آه هذا استبيان اخر افضل لاعب في الجوله الرابعه من الدوري الممتاز كان المرشحين يوسف الكندري وزباتا وبوشار سفيان بوشار وكان المصوتين 1033 النتيجه كالتالي 14% يوسف الكندري و 21% زباتا 65% بوشار توقع ارباويه <applause> طبعا الجماهيريه الجماهيريه طيب آه شباب أنا عنهم مسامحه احنا عن <applause> شباب الان رايكم في آه بعض اللقطات اللي انت طلبت او تبي تعلق على التحكيم في الدربي شوف يعني يعني انا شوف امانه انا دائما اشيد بالحكام وساند الحكام المحليين ويعني و... واقول لا تبون اجانب نعم امانه لكن في اخطاء يعني انت ما يصير في اخطاء ان شاء الله هي طبعا ما فيها شكوك ولا هي متعمده ولا شيء لكن تبقى الخطا خطا يعني في اخطاء تاثر على يعني تعب فريق في اخطاء تاثر على سير المباراه في اخطاء تاثر على نتيجه المباراه فالامور اللي ها يعني يعني في في ضربه جزاء للعربي وانت رحت يا حكم رحت شفت الفار الفار وكلنا شفنا ان لامسه ايده وكلنا شفنا ما لمست راس المهاجم يعني احنا نبي بنشوف لو را... لامسه راس المهاجم نقول والله هذا القانون الجديد وانت رحت شفت زين ليش ما تحسب؟ عبد الله الجمالي اشر هني شنو المشكله؟ اي ليش اشر هني؟ لا مو ليش اشر هني؟ ليش ما وصلت هني؟ ليش اشر كتفه؟ قاعد يسوي شيء ليش اشر كتفك؟ حق من احنا قاعد نشوف ايدينا تاشر كتفك عشان تقنعنا احنا؟ ما يصير يبي يقنع الجمهور اي ادري انت ليش ليش تقنعنا؟ انت حط شوف حط اللي شايفه انت هو خذ القرار اللي هو هو شايفه بس ما احترامي لا وقراره ويحترم قراره وين اعتراضك؟ اعتراضي انه بلنتي انه بلنتي إيه محمد الـ انا الـ انا شفت اللقطه شفت أي. اللقطه الاعاده كلا الاعاده عادوها مرتين كلا الاعاده ما في جذب بوحده من 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 الصورتين بالوقت هذاك إن تجذب اذا هي مو بأيد اذا هي بايده ولا براسه مو باين التصوير اساسا م. اليوم في السوشيال ميديا حاطين صوره الشكل ايضا مو واضحه وثانيا موضوع تكبير اليد هذا و... هذا احد 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 اشتراطات احتساب ركله الجزاء اللي تكبير اليد الكره ما كان فيها تكبير ما كان يد اللاعب ما كان فيها تكبير والكره حتى مو واضحه وحتى عبد الله الجمالي لما راح للشاشه اشر على الشتف وكانه يقول يعني إن, إن, ان خاصه ان المنطقه هذه خاصه ان المنطقه هذه لا تحتسب من ركلات هي من تحت من ركلات الحين اسامه تقول لي واضح ومحمد بنان تقول لي مو واضح احنا قاعد نقول راي بالنهايه معلومه هي مو لا لا احنا قاعد نقول راينا اللي قاعدين نشوفه يا اسامه يا اسامه دقيقه عشان نعطي كل ذي حق حقه انت قلت كانت واضحه اي واضحه بالنسبه لك محمد بن يقول كانت مو ايضا في ضربه جزاء ثانيه وصل في ضربه جزاء هلو ثانيه بس بوصل زين انا اختصر لك دقيقه انا اختصر لك في ضربه جزاء ثانيه حاضر أسامة. والله احنا ليش قاعد نتكلم حاضر على الخشم بس بس اوصل لحظه تفضل اوصل كلمه قاعد اقول ما دام في اختلاف اصبح يعني هو في مجال ياخذ القرار هذا او القرار هذا لا انا ف... ما قلت ما قلت انه صح او خطا انا شككت بقراره لا انت قلت انا قاعد اقول أنا كلنا أنا شفناها بيدينا كلنا شفناها بيدينا بس هو اشر على كتفه انت قلت شفناها بيدينا اي محمد لا ما شاف إيه؟ انت قلت كلنا انزين انا, أنا اي خليك دقيق خلينا انا عشان تعطي 90% مو كلنا 90% شكرا هنا انا محايد تفضل حسين بلنتي حق العربي بل حق القادسيه اي حاله واي حاله قول الحاله اللي ذكرها اسامه هذا بل الحاله العرب ذكرها على اي قبلها قبلها اللي طيب. اللي محمد مع خالد محمد ابراهيم لا 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 اللي, اللي مع خالد محمد ابراهيم ولا مع تانديا ابراهيم تاندي انت تاندي تاندي أيوة ولا مع تاندي اه اوكي اللي بزاويه 18 ايه. هادية هادية عقل عربي ايه هذا كلام بلنتي حق العربي بعد هذا ما انا قاعد اقول لك في بلنتي لا مال خالد محمد ابراهيم بعد انزين ايه اولا خلينا بحاله اليد, بحالة اليد. 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 أنا خل... حاله اليد خل... انا خلينا حاله اليد رايك انا بكلم واحد من الحكام يقول بلنتي 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 نواف والله بكل شيء يعني كتصوير مو واضح بشكل سريع مو واضح صراحه مو واضحه لكن بلنتي الشوط الاول لا خلنا بهذه حاله حاله لا مالت خالد ابراهيم بلنتي ومالت تانديا بلنتي زين اول شيء خلوا واحده واحده <applause> في نقطه مهمه يا جماعه وهذه لازم احنا بعد نساهم في توعيه اللي بس دقيقه اه يا تفضل تفضل انا <applause> راح اقول <applause> آه راح دكتور اتامر بشيء صدق لا تبي تقول شيء اساس بوصل معلومه لا يعني عبد الله الجمالي راح حق الحاله مالت النادي العربي، الشوط الاول ليش ما رحت الحاله وشفت الحاله عيب شوف عيني الفار هو اللي يستدعي يا جماعه لازم مو ننصل. مو معقوله التلامس اللي حصل يا أبو الفار علي. ما يطلبه يا دكتور يا حبيبي انت لازم, لازم انت بتر... كلنا, بت... كلنا نساهم انت 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 اسم... اسم... في توعيه مين يشوف انت بترجعنا على مباراه السالميه والكويت اسمعني في هالحاله اسمعني مطلوبه بالسلمية والكويت اسمعني حبيبي قاعد اقول لك اسمعني حبيبي لازم الكل يعرف بروتوكول الفار نعرف ادري ادري مو لك مو لك الكلام بس اوصل لو سمحت اه سامحني لازم الفار يستدعي الحكم الحكم ما يملك انه يروح حق الفار من نفسه ما يملك مو من سلطته ابدا مو من صلاحياته هذا تضارب صلاحيات هذا واحد اثنين تكبير الجسم اللي قال محمد بن يا جماعه دائما احنا نقولها بشكل ناقص لما تشوف النص تكبير الجسم بشكل غير طبيعي ولا احد يعترف على هذه كلمه غير طبيعي ما سمعت احد يذكرها غير طبيعي ليش انضافت ما انضافت كذي انضافت لانه ما في احد ينط أو, أو إيه يقفز وكذي إيه يقفز يكبر الجسم بس تكبيره بشكل غير طبيعي هو اللي يعاقب عليه القانون كمخالفة. أنا أشوف الكل يتكلم الكل يتكلم بتكبير الجسم تكبير الجسم تكبير الجسم بشكل غير طبيعي غير طبيعية. هذه مهمة نوصلها. هذه ما كانت موجودة في الحالة. إي اللي, اللي الجزء الثاني. إيه أوكي. أه البار ضيف الله ضيف الله الفضلي. أه الحالة الثانية أسامة اللي قلت عنها. الحالة البلنتي مال خالد إبراهيم. خالد محمد إبراهيم. خالد محمد إبراهيم. ايضا ايضا في هناك يعني يعني هذه تقديريه لان هذه تقديريه هذيك هذيك كشفنا لمسه اليد هذه تقديريه أيه؟ في تلامس في تلامس طبعاً داخل طبعاً. 18 اوكي محمد انا ركل في ركله جزاء لسبب ما ركله جزاء لسبب لو قدم خالد ابراهيم رايحه لقدم ايواله مباشره انا اقول لك ركله جزاء لكن خالد ابراهيم ثبت قدمه بالارض وشوفه على البطيء من التصوير الخلفي ثبت رجل خالد ثابته بالارض وإيواله هو من اصطدم بخالد ابراهيم قدم غضب خالد ابراهيم خ... يعني ايواله هو اللي راح حق حك... نعم 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 الصوره نعم نعم نعم. كانت واضحه انا قاطعت الصوره واضحه تماما قدم خالد ابراهيم ثابته في الارض وايواله هو اللي ارتطب في قدم خالد ابراهيم مو خالد اللي, اللي لعب على رجل ايواله انا دكتور. تذكرت الحاله لا بلنتي. مو, بلنتي. مو بلنتي مو بلنتي نواف انا بلنتي أقول. بلنتي <applause> عندي اثنين بلنتي واثنين يقولون مو بلنتي انت افصلها لا انا ما لي شغل ما اقول انا ما لا لان كان عبد الله الجمال يفصل انا اشوف يعني طبعا هي اقول اراء ها اراء طبعًا. طبعا, هو شلون مد يعني كان مد ثري خالد صراحه يعني مو مو من طبيعي لا ايه يعني بلنتي يعني أوكي. حتى من الأو من الوهله الاولى تشعر انها جزئيه بعد في جزئيه في كان عن لا بلنتي بعد التامديه اي بلنتي واضح هذا انا بلنتي, أه بلنتي واضح اي بلنتي خليني اسال اسامه ذكرت هالحاله؟ اللي صوب ال 18 صوب 18 قلنا ما ما تذكرها <applause> <مرحش تصفيق> ما فيها شيء شوف محمد ما فيها ما فيها شيء لا بلنتي بلنتي طيب بعد في شيء بتقولونه على الحالات في شيء بتذكرونه خلصنا لا بس الفار يعني حقيقه اذا على كلامك مصيبه مو على كلامي هذا هذا البروتوكول 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 مصيبه يعني هذه الحين يعني مباراة يعني معقولة الحين مباراة السالميه والكويت مثلا لا ترد السالميه لا, لا 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 اقول يعني معقولة لا 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 أنا, أنا, انا انا بردك على شغله ليش؟ لا تقول لي ليش؟ الحين مو العقاد العربي اللي كان حكم الفار والنعم بشخصه الكريم ايه؟ اللي كان حكم الفار مباراة السالميه والكويت منو؟ ضيف الله يحفظه ويكرم في مباراة الديربي رديتني حق البيان قصدك بيان نادي السالميه اللي اعتراض اه وكلمه وايضا تغريده السيد عبد العزيز عاشور يعني اتمنى من الاتحاد ينظر بعين الاعتبار في بيان نادي السلمية وتغريده عبد السيد عبد العزيز عاشور اذا تجاوزها الايام القادمه راح تكون أسوأ من كذي اذا تجاوزها لازم يشوف العلاج فيها مو معقوله مو معقوله انا الحين بسالكم سؤال واضح وصريح قول الكويت الاول انا تكلمت فيه بالحلقه هني خلاص ليش تكلمت لا لا انا بقول لك اياها فيها شك ولا ما فيها شك؟ شنو شك واضحه الشك مو يستدعي ان والله البار الشك مو يستدعي ان البار يطلب الحكم تعال شوف صحيح. ما طلب الحكم 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 العلم اللي عندي الحكم يقول انا استعجلت في القرار استعجلت قرار طرد طرد اللاعب نفسه الحين مو على قول بعد يقول لك انا انذار ثاني الانذار الثاني الانذار الثاني ما يرجع البار قداره <applause> ما يرجع البار انا قاعد اقول اذا أخطأ قاعد أقولك اذا اخطا اذا اخطا الحكم يا يا أبو علي. اذا اخطا الحكم ما ينبه الفار ابو علي بس اذا بس بس بس. انت دقيقه عم ادري انا انا, مت... أنا متفق انا وياك انا متفق وياك إيه؟ انا بس عشان نوضح حق المشاهد ترى إيه؟ ما... ما 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 سقط من هنا والطريق او ندعي التمثيل ويبي بلنتي لا ما يبي بلنتي هو بالاساس حلو كان في دفعه بسيطه واحتكاك بسيط من رضا هاني هذا كله هذا كله اللي قاعد تقوله لو دخلت معي لا هذه خليت معي عشان تتفاجئ زين تمام تمام ونروح عشان. على الهدف لا بس دقيقة, دقيقه الهدف دقيقه 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 دي. دقيقه, دقيقة, 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 دقيقة. عشان انا ادري دقيقة طلع دقيقة الكرت الثاني دقيقة بس عشان عشان الختام اخليكم تقولون اللي عندكم حلو انا دوري هني بس اصحح المعلومات حق المشاهد الانذار الثاني ما يطلب الفار حتى لو طرد ما يطلبه ما يطلب الفار ولا يحق لك تروح تشيك اذا الحاله صحيحه اذا مره. اذا اذا انظلم اللاعب فيها. حتى لو حتى لو وفي لاعبين انظلموا كثر الانذار الثاني ما يملك جي 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 ما لأ... يملك يعود ما يملك يعود الفار طرد مباشر, مباشر. مباشر. هذا هذا موضوع ثاني بس سؤال سؤال حسين سؤال حسين ليش ما رد يتاكد من الطرد عدل علي هذا سؤالك ما يقدر يرجع الفار والهدف هذا موضوع ثاني عندك الراي عندك ليش ما راح حق الفار؟ لا تسالني انت قول لي رايك او ليش الفار ما طلبوه؟ انت شنو تبي الفار ما طلبوه؟ وليش ليش مباشره مباشره مباشر شباب عشان بختم الحلقه ايه؟ مباشره شنو تبي توصله؟ بيان نادي السالفه دخول دي. خطر في دخول بعنف تلامس وبيان نادي السالفه يقول لك اطلعت برا الملعب حاضر حاضر بخار. انت خليك واحد قول يلا قول بختصرها يلا على اساس بختم المتسبب من العقوبه يغريب التمادي اختصر فلات المتسبب من العقوبه يغريب التمادي صراحه انت مو معقوله زين تو الحين انت تكلم تكرمة. عن ضيف الله يعني الفضلي يعني يعني بالضبط اللي حصل مباراه سالميه الحسن مباراه سالميه وليش امر يعني امر لا يمكن السكوت عنه صراحه ليش يعني يعني واضحه اذا مو الكره الاولى الثانيه يعني شوف طرد ايه. بعد تقول طرد المبار ما له شغل مشكلة اطلع الكره اطلع طلعت اوت اذا تطوف هذه ما تطوف الثانيه اللي دخل على اللاعب الثانيه الثانيه المشكله <applause> انا ما اتكلم اروح اكرمه اروح الثانيه مو معقوله اتكلم على الثانيه للدخول الخطر والدخول العنيف شو اعطيك اياها شو افسر لك اياها ترى التحكيم مو لازم الحكم مو بالطريقه مو فعلا مو بطريقة بس تطرد واحد انتهت المباراه وفعلا اذا الاتحاد ما طالع كامل. ما طالع البيان واهمل البيان وتغريده عبد العزيز عاشور لا ما يصير انا انا قاعد اقول إيه لك لا. لا بالنهايه ممكن الامور راح تتطور راح يكون في نادي ثاني وثالث ورابع وخامس بغض النظر عن فكره ان كل مره تصير مره ف... يعني يخطئون يخطئ الحكم لا كل مره يخطئ نشوف زين مو عن مقصد الحكم الحكم خلاص, خلاص يا ما شباب اذا خلينا نقول كلمتين نبي نمشي تقعدون متى انتم خذ راحتك انتم ما وراك شيء ما قدروا باكر لا احنا الفكره وعدتوها ثلاث مرات زين كلمتين تفضل ونقفل البرنامج نمشي ان شاء الله مو من حق الاتحاد في هالموقف او موقف اخر انه يتغافل عن اي بيان بالنهايه الانديه هي هي صلب الرياضه الانديه حتى لو قد يكون يعني ما يتفق وياهم لكن لازم ينظر في يعني عين هذا ردا على كلمه انه يهم البيان او يهم التغريده سيد عبد العزيز عاشور رئيس النادي والبيان نازل باسم نادي السالميه لا يمكن يهمل ترى الفار, لا يمكن. ترى الفار هو المنصف الوحيد اوكي هذا المنصف ده بالانصاف انا كلامي لا هو تاكيد ولا تاييد ولا انكار ولا ان ادفع باللي قلته ما له علاقه بس انا اتكلم ان الاتحاد يجب ان ياخذ بعين الاعتبار ثواب اي حقاب. بيان يؤخذ او يطلع من نادي أو, او تغريده او تغريده من اكونت رسمي من رئيس نادي مثل سيد عبد العزيز عاشور لا ما يصير يهمل ابدا ما يصير يهمل وصلنا للختام يا شباب اسامه شكرا محمد شكرا دكتور شكرا خالد شكرا, شكرا. 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 باكر ان شاء الله حلقه جديده في برنامج سنتر وراح ناخذ موضوع الحكام بشيء من التفصيل ما راح يكون معنا لا اسامه ولا بنيان والحلو بالموضوع ولا حسين ولا نواف لكن راح ناخذ افكارهم راح ناخذها <applause> باكر <بعض تصفيق> <بعض. تصفيق> <applause>